بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم. اتكلمنا عن العلاقات العامة في أول محاضرة خالص، وعرفنا إيه هي العلاقات العامة ودورها إيه في المجتمع وإزاي بنستفيد منها، واتكلمنا بعد كده عن الجوب ديسكريبشن الخاصة بأخصائي العلاقات العامة وإيه المهارات اللي لازم تكون موجودة فيه، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن دور العلاقات العامة في أي مؤسسة وإزاي بتستخدم التولز الموجودة فيها وإزاي بتبرمج الإدارة كلها إن هي تفيد المجتمع الخارجي والداخلي، وإزاي هي بتقدم معلومات وبتعملها فلتريشن، وإيه علاقة العلاقات العامة بالتسويق وعلاقتها بالدعاية والإعلان وعلاقتها كان بالمجتمع ككل. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا لازم تكون موجودة في أخصائي العلاقات العامة وتكون موجودة في أي حد هيشتغل بإذن الله إن شاء الله في مجال بابليك ريليشن شيبس، ويكون ليه يعني زيادة وإضافة في أي مجال هيشتغل فيه إن شاء الله، ألا وهي فن القيادة أو الـ يعني مهارة فن القيادة أو ليدرشيب سكيلز. ودي مهمة جدا جدا للغاية ولازما بتكون موجودة في أخصائي العلاقات العامة، في أخصائي المبيعات، في أخصائي التسويق، وبتكون مهارة أساسية أو بتكون من المهارات الأساسية الموجودة عند أخصائي الموارد البشرية أو مدير الموارد البشرية بإذن الله. تعالوا نبدأ النهاردة على طول في العلاقات العامة وفن القيادة بإذن الله. وأتمنى أتمنى بس إن لو في تاني أي سؤال أو أي استفسار أو أي إضافة، يعني هناخد بريك بسيط جدا إن شاء الله، اللي عنده أي إضافة أي حاجة يحب يقولها أي سؤال أي استفسار إن شاء الله هنحاول كلنا نكتبه على الشات بورد هنا إن شاء الله وهنتكلم فيه كلنا بإذن الله. تعالوا بقى نخش على طول في فن القيادة وأسلوب القيادة الناجحة النهاردة معانا إن شاء الله. أستاذ عبد الرحمن، هي الدورة معمولة المفروض إن هي لأخصائي العلاقات العامة، ودي دورة أساسية أساسا في اللي هيشتغل العلاقات العامة أو أخصائي العلاقات العامة. النهاردة هنتكلم في فن القيادة إن شاء الله. أول حاجة عندنا في فن القيادة لازم نعرف إن في فرق كبير جدا جدا من الشخص اللي بيفرض نفسه على المجتمع والناس والشخص إن هو بيتمتع بصفة القيادة، وهنعرف دلوقتي إن شاء الله الفرق ما بين القائد والمدير. ولكن قبل ما أخش في المحاضرة بشكل كبير جدا لازم تعرف إن القائد بيتمتع بحاجتين أساسيتين جدا. رقم واحد، بيتمتع بالاحترام من كل الناس اللي حواليه او مجموعة العمل الموجودة معاه، والحاجة التانية يعني مع الاحترام كمان بياخد منهم نوع من انواع الثقة، ويكون موجود عنده الثقة والاحترام او يكون مدعم بالثقة والاحترام، ده بيؤدينا اللي هو يكون قائد ناجح. وعشان تكون قائد ناجح لازم تكون نقود ناجح. مفيش اي حد بيفرض نفسه على الناس ان هو يكون قائد عليهم بينجح ابدا، بالعكس لازم ان المجموعه وفريق العمل هم اللي بيشوفوا شخص كده في وسطهم هم شايفينه ده مناسب جدا. الشخص ده بيتمتع بالصفات الكبيره جدا اللي هنقولها ان شاء الله النهارده هنتكلم فيها باذن الله. ولكن عشان تكون قائد ناجح لازم أن تكون عندك حاجتين اساسيتين، رقم واحد الاحترام والثقه، ورقم اتنين تكون عندك تكون مقود ناجح. اوعى ابدا ما تحاولش ابدا انك تفرض نفسك على المجتمع والناس وتقول لهم حتى في العمل عندك انك انت تعرف كل حاجه وانت اللي قرارك صح وانت اللي قرارك سليم. حتى لو كان قرارك سليم وقرارك صح ما ينفعش يكون عندك اسلوب فرض. ولكن جميل جدا لما نقول انا شايف ان احنا لو عملنا كذا هيؤدي الى كذا. كلمة أنا دي بتشال تماما من القائد، وكلمة إحنا هي اللي بتكون المحرك الأساسي. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ النهاردة مع بعض. وأول حاجة النهاردة بتقول من الصعب أن تتبع قائدا لا طموح له ولا مثل. المقولة دي جميلة جدا جدا، ومعناها إن أي قائد مهما كان عشان يكون قائد ناجح بيكون عنده تطلعات، بيكون عنده طموحات، بيحط خطة مستقبلية جميلة جدا، بيرسم لنجاح مش نجاحه الفردي، لا نجاح المجموعة كلها، بل بالعكس ده نجاح المؤسسة كلها.
ده بل بالعكس كمان هو عايش عشان خاطر يفيد كل اللي حواليه، وعشان خاطر كمان يحقق يعني طموحات واهداف متحركه ومش ثابته. الحاجه الثانيه بيكون عنده مبادئ، بيكون عنده مسؤول، بيكون عنده يعني تطلعات لان النجاح ما يتنازلش عن حاجات في مقابل ان هو يحقق اللي هو عايزه، ما يحاولش يتنازل عن مثلا اخلاقه ويتنازل عن بعض الاعراف ويتنازل عن بعض الحاجات المفيده جدا لمجتمعه عشان خاطر يحقق حاجه تانية. مهما كان هو شخصيه عنده خطه مستقبليه وعنده كمان طموحات وعنده كمان اهداف بيتحرك ليها، بجانب هو عنده مسؤول وقيم هي المسؤول دي اللي بتحركه بشكل عملي ما يحاولش يتنازل عنها. وان شاء الله هناخد بريك وهنتكلم كلنا في ورشة عمل النهاردة ازاي نطبق فن القيادة مع كل واحد فينا. هقول نموذج معين او هقول شكل معين كده، وكلنا كده كتيم ورك النهاردة هنشارك فيه، كل واحد فينا يقول ازاي يكون النموذج ده قائد ناجح من خلال اللي هنقوله النهاردة ان شاء الله. الحاجة التانية، الذي يقود الرجال يجب ان يتخذ قراره بسرعة، يجاهد، يتكلم بسهولة ووضوح وصراحة، يتعاون، يساعد، يعمل بثقة كبيرة، مخلصا، صادقا، مؤمنا، عنده هدف ومبدأ عالي وذكي وكفء. الكلام اعتقد ان هو واضح جدا وباين جدا جدا ان هو شخص بيتحمل مسؤوليات، ان هو شخص دايما عنده كويك ثينكينج، تفكير سريع، وان هو يقدر يخرج من اي ازمة باقل خسائر. عفوا. إن أعظم القادة هم الذين يهتمون بإحاطة أنفسهم بمساعدين ومعاونين أذكى منهم، ويكونون صرحاء في الاعتراف بذلك وعلى استعداد للدفع لهذه الكفاءات. المقولة دي موجودة في كل كتب فن القادة في العالم، ولكن أنا كتبتها لأنها يعني مرجع أكاديمي لنا كلنا، ولكن أنا شايف من وجهة نظري إن فعلا أعظم القادة هم الذين يحيطون أنفسهم أو حواليهم مجموعة ناس بتساعدهم، ومش شرط إنهم يكونوا أذكى منهم، بالعكس قد يكون الناس اللي حواليهم دول بيستفيدوا من بعض، وإحنا كلنا بنستفيد من بعض، ولكن بنقول أذكى منهم عشان خاطر نديهم الدافعية اللي هم يفكروا. وطبعا أعظم القادة الذين عرفتهم بشرية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كان دايما لين الطباع، اللي كان دايما ما كانش فظ غليظ القلب، وكان دايما بيشور الصحابه، وكان دايما بيضع شخص مناسب في المكان المناسب، وكان دايما بيشورهم كل شيء. فن القياده زي ما قلناه من شويه، هي القياده في عباره بسيطه جدا هي عمليه التاثير في الناس وتوجيههم لانجاز الهدف. القائد بيكون عنده بعد ما طبعا ما بيتم اختياره بناء على الثقة والاحترام، وبيكون كمان عنده التقبل للي قدامه، القائد بيقدر ان هو مع دراسة مستوفاة لكل الناس اللي موجودين في قيادته، عارف ده مميز في ايه، وعارف ده ضعيف في ايه، وعارف ده يقدر يدي عمل في ايه، وعارف ده يقدر ينظم في ايه، وعارف ده وعارف ده وعارف ده. بيحاول من خلال احترامه للناس اللي هو بيكتسب احترامه من الناس، وكمان من خلال ان هو بياخد ثقتهم يقدر يقول لهم على فكرة انت كويس قوي في النقطة دي، تقدر تعملها. طبعا الاسلوب الجميل كعلاقات عامة، الابتسامة طبعا ده عنواننا الأساسي، وأسلوبنا في الكلام عنواننا الأساسي. مفتاح القلوب اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت واللي قبليها، مفتاح القلوب هو أساس كل نجاح في العلاقات العامة. تعالوا بقى لو نخلي المفتاح ده موجود في القيادة، إنك تقدر تكسب بقلب يعني بكلامك قلوب اللي حواليك، وان هم يقدروا يسمعوا كلامك ومواثقين فيك وبيحترموك ينفذوه، انك لو قدرت تاثر فيهم وتقول لهم لو انت عملت كذا وانا شايفك انك متميز جدا وتقدر تدي في النقطه ديت، احنا هنبقى 10 على 10. وكل واحد فيهم بتقسم عليه العمل بتاعك، بما انك قائد ممتاز وبما انك بتحاول انك تكيف كل خبراتهم مع بعض عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. تعالوا كده نعرف بقى صفات القائد الناجح. رقم واحد، الشعور بأهمية الرسالة، الإيمان بقدرة الشخص على القيادة وحبه للعمل كقائد. يعني إيه؟ هو مؤمن إن هو بيعمل حاجة مفيدة جدا وهتفيده هو وهتفيد الفريق اللي معاه. بجانب الأهم عنده الحافزية وعنده الدافعية وعنده الطموح إن هو يقدر يتحرك، وكمان الأهم
هو حابب قوي ان هو يكون قائد، يتمتع بصفة القيادة ان هو حابب يكون قائد. مش معنى كده كبر وعظمة وغرور، لا، ده هو حابب المكان اللي موجود فيه، اللي هم وضعوه فيه، ان المجموعة وضعته فيه، حابب المكان ده. ما دام حبه هيقدر يدي كل طاقته، مش مستني المقابل لنفسه هو قد ما مستني يثبت لكل اللي حواليه ان اختياره اختيار سليم، وان اختيارهم اسف اختيارهم اختيار سليم، وان هو ان شاء الله قد مسؤوليات. الحاجة التانية، الشخصية القوية، القدرة على مواجهة الحقائق القاسية والحالات الحرجة أو الحالات الكريهة بشجاعة وأقدام. المواجهة، عنده مواجهة، دايما بيخش في الأزمات وبيحط له خطط ازاي نجتازها، وبيقعد مع فريق العمل بتاعه، وتعالوا يا اخوانا نحط ازاي عندنا مشكلة معينة ازاي نحلها. لو هو اخد مثلا، لو فريق عمل مكون من 10، اخد دلوقتي حالا 10 حلول للمشكله. تخيلوا عنده مشكله وليه 10 حلول، هنبدا كده نفلتر كل الحلول دي كلها ونشوف اكثرهم فاعليه واقلهم خساره، وده نطبقه. دايما بيحاول ان هو ما بيعيش معاهم في الوهم وفي الحلم، بالعكس هو بيحفزهم، بيكون هو فش مدفع لكنه بيتحرك بيهم، هم كلهم الدراعات بتوعه، هم كلهم اللي يعني بيتحرك بيهم، وكل واحد فيهم بيساعده بيسنده. وفي صورة جميلة جدا هحاول انا ان شاء الله، يعني هي موجودة على الفيسبوك كنت حاططها في صفحة عندي، بترمز كده ان في، يعني هنعرفها بعد شوية، الفرق بين المدير والقائد، ان القائد دايما هو فش المدفع، هو رقم واحد، هو اللي ماشي في قدام وبيجر الباقيين معاه، وكلهم بيساعدوه وماشيين وراه بثقة، وماشيين وراه وعارفين ان هو هيوصلهم ان شاء الله بر الامان. من صفات القائد الناجح الاخلاص، النضج، يعني نقطة الاخلاص فيها النضج والاراء الجيدة، شعور مشترك، براعة وذوق، بصيرة وحكمة، والتمييز بين المهم وغير المهم. الفطنة، كلمة الفطنة، كلمة الذكاء الاجتماعي اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اللي بتخلي القائد يستطيع ان هو كلنا مشتركين في نفس الهدف، وكلنا يعني عندنا صفة مشتركة، هي ان احنا نساعد نفسنا اللي احنا ننجح المشروع بتاعنا، ننجح الاداره بتاعتنا، ننجح الهدف بتاعنا. الرؤيه والهدف اللي احنا قلناه قبل كده بنحاول نطبقهم. كمان ده الاهم، يعني لما حد فينا يكون بيتكلم في حاجه وانا شايفها مهمه جدا، الكل يستمع له، ولو يكون في حد بيتكلم حاجه مش مهمه جدا هنستمع له كل حاجه، ولكن نعرفه ان دي وقتها مش دلوقتي، او انا شايفين دي اقل اهميه، ما نحاولش احنا نكسره او نقول له على فكره بلاش هيافه او تفاهه. لا بالعكس، ما ينفعش ابدا الحاجه مهما ان كانت صغيره او تافهه او هايفه جدا، قد تكون الحاجات دي بعد كده ليها تاثير قوي جدا، ولكن احنا بس بنحاول نعمل عمليه ترتيب، عمليه تنظيم. التنظيم بيؤدي في الاخر الى النجاح. على فكره اي عمل بنقوم بيه في حياتنا كلها مهما ان كان، اذا لم يعتمد على خطه قويه جدا ومحترمه جدا وفعاله بيها تنظيم، عمرها ما تنجح ابدا مهما كان. ان تنظيم العمل هو رقم واحد في نجاح اي عمل مهما كان. تاني، رابع حاجه، الطاقه والنشاط، الحماس والرغبه في العمل والمبادره. ما احاولش ان انا اقول للناس اللي حواليا كلهم تعالوا نعمل كذا واسيبهم هم يتحركوا مع نفسهم، وبعد كده يعني خلاص انتوا كل واحد عارف بقى يعمل ايه، توكل على الله. اسلوب المتابعه، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده كمان مع فن القياده، الرغبه في العمل، اللي احنا بنشتغل وبنعمل الشغل بتاعنا ده كله عشان خاطر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، واحنا حابين شغلنا ده. ما ينفعش اشتغل في اي مكان مهما كان، يعني حتى لو مجبر عليه، وانا مش حابب العمل ده. في حكمه جميله بتقول اذا لم تعمل ما تحب فحب ما تعمل. على فكره دي ناجحه 100%. انا بحبه عشان ممكن يكون الحاجه اللي انا اشتغلتها دي وانا مش حاببها هي دي فعلا اللي انا ينفع اشتغل فيها. في كتير جدا جدا من الناس اللي عندهم طموحات وامال وبتقول دي ما اتحققتليش، انا ما اتحققليش اللي انا عايزه، انا ما وصلتش لاي حاجه مهما كانت اللي انا عايزها، وفي الاخر لقيت نفسي اشتغلت شغلانه تانيه خالص مختلفه تماما. ومع الوقت بيلاقوا نفسهم، صدق انا فعلا الشغلانه ديت انا لقيت فيها نفسي. كتير جدا ناس بتتحرك ومش عارفه ان اسلوبها في التحرك ده والعمل اللي اشتغلت فيه ده هو العمل المناسب ليهم. كتير جدا من الناس، مش قول كل الناس، ولكن كتير جدا جدا من الناس، ان بيكون عنده نوع من انواع الخيال في العمل، ولما بيشتغل بالفعل بيلاقي نفسه عنده القدره. هو ده بيقول نفسه انا فعلا الشغلانه دي هي اللي كنت بدور عليها بالفعل وكنت بحلم بيها بالفعل.
مهم جدا جدا السلايد ده، وده بقى المفتاح او يعتبر المفتاح الاول معانا النهارده، قياده التغيير. اسال نفسك سؤال، انت مدير ولا قائد؟ طب ازاي اعرف انا مدير ولا قائد؟ وازاي اللي انا احول نفسي لو كنت مدير ابقى قائد؟ على فكره في كل عملنا وفي كل حياتنا مهما كانت، اللي بيلبس عباءه المدير ده شخصيه ما بيساعدش على الانتاج، وشخصيه ما بيساعدش اصلا على التطور والتنميه. على فكره مع احترامي الكامل، ان انا بقول عباءه المدير ان هو خلاص قالب وظيفي، دولاب عمل وهو على راس هذا الدولاب وخلاص كده، ملوش دعوه الناس كلها تطبق اللوائح والقوانين. وهنعرف دلوقتي الفرق ما بين القائد والمدير. طيب القائد بيعمل ايه؟ هو خد احترام الناس، خد ثقه الناس، عنده خطط وعنده طموحات، بيتكلم باحنا مش انا، ودايما بيكتسب كل اللي هو عايزه معلومات بتأثير الآخرين معاه، لأنهم بيحترموه وبيثقوا فيه، ومهما قال في رأيه اللي هو بينتج عن رأي مشترك ما بينه وبين الجماعة بيكون هو صائب وكلهم بيحترموه. تعالوا كده نتكلم بقى النهارده دلوقتي على علاقات التغيير. ايه هي علاقات التغيير، او عبارة عن ايه، او ايه الحاجات اللي بتخلي الواحد بيتغير وموجودة في التغيير اللي موجود فيه؟ موجود فيها رقم واحد ثقافات المجتمع، ايه تاني؟ الضغوط الماليه، ايه تالت؟ المضطربات الاسريه. طب قبل ما اقولهم كلهم كده ورا بعض، انا هشرح واحده واحده فيهم. اللي بتخلي الناس تتغير من ان هي تكون مدير وتبدا ان هي تبقى قائد، او اللي هي تحب اللي هي تطور من نفسها في شغلها، بتتعرض لحاجه اسمها دوامه التغيير، اللي هي رقم واحد فيها ثقافات المجتمع. ازاي؟ الناس زمان كانت بتفكر، يعني معلش، الناس زمان كان عندها بعض المبادئ والقيم اللي حاليا مش موجوده، وبنحاول ان احنا ما نتاثرش بيها قوي ونضيفها في حياتنا عشان نبدا ان احنا نتغير من قالب كان ينفع زمان وشايفينه ما ينفعش دلوقتي. وكان ده الاهم، ان انا زمان الانفتاح على المجتمعات ما كانش بالقوه اللي موجوده حاليا دلوقتي، الانفتاح على المجتمع الخارجي ما كانش بالدرجه الكبيره جدا اللي موجوده دلوقتي. مثال بسيط جدا، ان انا ما ينفعش اخد من الثقافات الغربيه كل حاجه عندهم مهما كانت، تحت مسمى ان انا شايف ان القائد بره بيعمل علاقات مع الموظفين بتوعه بشكل قد يكون شكل شخصي. ما ينفعش، ما ينفعش كان الاهم، لان اخد الثقافات دي كلها ان هم عندهم بيحطوا بعض اعتبارات كده احنا شايفينها غير اخلاقيه في العمل بتاعهم. لا، انا باخد الثقافات دي كلها وفلترها ليا انا، وده بتخليني انا. هم واصلين هناك ناجحين في عملهم مع انهم مديرين، ولكن مدير بيتمتع بفن القياده. ازاي هو بقى مدير بيتمتع بفن القياده وهو عنده يعني ثقافه المجتمعيه كبيره جدا، وانا شايف اللي نصها مش متفق معايا، كل اللي انا بعمله بستفيد منه واحاول ان انا اخد منه الحاجات المفيده عندي، واحاول ان انا انبذ كل شيء مش مفيد عندي. رقم اتنين، الضغوط الماليه. يعني ايه ضغوط ماليه وايه علاقتها بالتغيير؟ انت بتطمح دايما انك تكون عندك مصدر رزق، مصدر ربح كويس ومناسب. دايما اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، كما قال صلى الله عليه وسلم. عمر ابدا ما هو في واحد فينا يعني تطلعاته من الناحيه الماديه بالذات بتكون بسيطه، لا، دايما الواحد لما بيكون مثلا معاه مبلغ بسيط، لا، عايز يكون اكبر واكبر واكبر. فبيعمل ايه؟ فبيحاول يغير فكره. لو كان هو بيتمتع بشكل يعني بسيط، او بقالب عمل بسيط، او قالب عمل منمق كده ومحدد، لا، هو بيحاول يطور من نفسه وذاته عشان خاطر يفيد اللي معاه ويفيد اللي حواليه، عشان خاطر يجيله ربح مادي. لو مؤسسه بتشتغل بسياسه انتاج الشركه من 50 سنه وجيت طبقها النهارده، 100% هتفشل، 100% هيكون الانكم بسيط جدا. ولكن هو بيعمل ايه؟ بيتطلع، بيحط خطط مفيده ان الخطط دي تزيد من انتاجيه الشركه او المؤسسه او المكان اللي شغال فيه، والانتاجيه دي تعود في الاخر عليه بربح كويس. رقم ثلاثه، مطالبات اسريه. طبعا دي حدث ولا حرج، اكيد كل يعني الرفاهيه في الاسره او اسلوب الحياه في الاسره بيختلف مع مرور الزمن ومرور الوقت، والاساسيات بتتحول تبقى يعني بنضيف عليها كماليات، والكماليات اللي هي المفروض اللي مش ممكن يعني نقدر نعيش من غيرها اصبحت اساسيات. وطبعا
الاسره مرتبطاتها كتيره جدا، وطبعا دي كل واحد فينا يقدر يتكلم فيها بشكل يعني مسهب بشكل كبير جدا. قضايا وضغوط بيئيه احنا بنتعرض في مجتمعنا وفي كل المجتمعات مهما كانت لضغوط غريبه جدا بتحصل لنا. قضايا ان الراي العام حالا دلوقتي انشغل بقضيه معينه بيأثر بشكل او باخر على المؤسسه اللي احنا شغالين فيها، والكلام ده الاهم بيوجه تفكير القائد انه ازاي يعبر بالشركات ومؤسسته والمكان اللي شغال فيه وبفريق العمل بتاعه من هذه الازمه الى بر الامان. الضغوط البيئيه، طبعا الضغوط البيئيه احنا عندنا البيئه عندنا متغيره، فيها مصادر متغيره ودائمه وفي منتهيه، الحاجات المنتهيه دي بتاثر في عملنا. لو انا بشتغل في مكان معين بيعتمد على مصدر طاقه معينه والمصدر ده هينتهي خلاص، بيحاول يفكر ازاي ان هو يغير من المصدر ده ويحاول يطور وينمي فيه. واكبر دليل عندنا ان الدول دلوقتي بتلجأ الطاقه الشمسيه، وطبعا ما شاء الله يعني لو اتكلمنا كتير بقى عن التنوع في استخدام الطاقات هنلاقي الناس بتستخدم طاقه الميه دلوقتي مع انها برضو بتنتهي وبتتجدد، والطاقه الشمسيه وبتستخدم كمان طاقات كبيره جدا، ودي كلها بتحاول ان هي تغير من فكر الازمه اللي عندها. لو عندها بتعتمد على طاقه معينه ودي هتنتهي. بعد كده اعاده تنسيق، زي ما قلت من شويه ان لو استخدمت سياسه شركه موجوده من 50 سنه عمر السياسه دي مهما كانت ابدا ما تنفع دلوقتي، لان المجتمع بيتغير ولان المهارات اللي كانت موجوده زمان اتطورت كبير جدا دلوقتي، واسلوب الحياه والتكنولوجي اللي كانت موجوده زمان دلوقتي اختلفت تماما واصبحت بزياده جدا، واصبحت التطور فيها ومجال التنميه فيها واسع جدا ووصل درجات كبيره جدا جدا من النجاح. الاسواق، السوق المحليه او السوق المنافسه لينا، كل الاسواق دي كلها بنحاول اللي احنا نواجهها عن طريق ان انا بحط استراتيجيات متحركه. قلنا قبل كده ان في يعني في خصائص العلاقات العامه بيحط استراتيجيه للمؤسسه بينجحها في خلال 6 شهور سنه 5 سنين مهما كانت، بيحط استراتيجيه نجاح بتعتمد كل الاعتماد على السوق اللي موجود دلوقتي وازاي هو ينافس الناس الموجودين حواليه، وبيحط خطه مع كل فريق العمل معاه بالتنسيق مع كل اقسام المؤسسه والشركه ان هي يوصل لدرجه ربحيه وتنافسيه في السوق تواجه كل الموجودين في المجتمع حواليه. التكنولوجيا قلنا عليها في شويه في التنسيق، والعملاء طبعا نقطه العملاء مهمه جدا لانك بتواجه نوعيه العملاء التي يعني اسمها التنميه المجتمعيه، اللي العملاء بتوعك زمان كان ليهم اهتمام معين وكانوا كلهم مثلا يعني مثلا لو فيهم بس لو قسمناهم لثلاث مستويات كل مستوى فيهم كان بيهتم بحاجه معينه، انت عندك النهارده العملاء كلهم دلوقتي ممكن يقابلك 50,000 ذوق، كل واحد فيهم لفكر معين، لشكل معين، ليه رغبه معينه. فانت كل ده بيحول تفكيرك من انك تطبق السياسات القديمه، لا انك دلوقتي حالا بتطور عشان ترضي جميع الاذواق. وبرضه مهما قلنا مفيش ارضاء لجميع الاذواق، بس احنا بنحاول ان احنا نحط سياسه عامه ترضي جميع الاذواق. انا بقول ليه دوامة التغيير؟ عشان خاطر ابدا احول نفسي من ان انا اكون مدير او ان انا اكون بفكر بقالب عمل واحد، ان انا اغير من نفسي واحاول اشغل يعني تفكيري ان انا اتغير من مدير او ان انا اكون في دولاب عمل الى قائد ومعنى القياده. طبعا الحكومه هي اللي بتفرض علينا القوانين وتفرض علينا اللوائح اللي احنا بنحاول نستخدمها في ان احنا نحط لنفسنا خطة إنتاجية واسعة جدا ومفيدة جدا. تعالوا بقى نتكلم في نقطة القيادة ومهارة الذات. أنت لست ما تعرفه عن نفسك، أنت لست ما يقوله الناس عنك. تعلم الحكم على سلوكك لا على نفسك، لا تقيم نفسك وفقا لسلوكك، لا تقيم نفسك مقارنة بالآخرين. النقطة الأولانية، كل واحد فينا ما يحاولش يقنع نفسه إن هو يعني أنا أقسين وبشتغل كذا وبفكر كذا وحياتي شكلي ماشية بخطة معينة حاطة نفسي مش هتغير. تأكد 100% إن كل واحد فينا جواه من الطاقات ومن التفكير اللي بيخليه يوصل لنجاح أكتر مما هو شافه عن نفسه مهما كان. والدليل على كده إنك يعني
تقدر كل يوم تفكر في حاجة جديدة وتنمي نفسك بشكل مختلف كل يوم. طب اديني مثال على كده، ازاي اللي انا يعني ايه يعني إيه انا مش انا اللي عارفه عن نفسي، او ازاي اللي انا يعني ازاي تقول لي اللي انا جوايا حاجات مش هي ديت اللي انا عارفه عن نفسي، حاجات كتيره جدا. هو انت لما كنت مثلا من 5 سنين فاتت، هل انت كنت في دماغك انك هتكون النهارده في اللي انت فيه حاليا ده؟ اكيد كل ده تطور وتنميه حصلت فيك انت في ال5 سنين دول، قد تكون بقصد او بغير قصد، قد تكون انت عارف انت بتعمل ايه في خلال 5 سنين، قد تكون سبت نفسك في ال5 سنين دول تتحرك بشكل مختلف وصلك في الاخر انك توصل للدرجه اللي انت فيها دي. الكلام ده الاهم، انك اعرف نفس، اعرف دايما انك بتتحرك لاهداف مش ثابته متحركه. دايما لو انت شايف نفسك انك حاطط في حياتك اهداف محدده بتحققها وخلاص، 100% اتاكد لا، انت دايما بتحط نفسك اهداف متحركه. قد تكون في اهداف عندك وقتيه بتحققها حالا دلوقتي، وقد تكون عندك اهداف غير وقتيه زمنيه لما بتخلصها بتظهر لك هدف جديد. تاني حاجه، انت لست ما يقوله الناس عنك. دي بقى نقطه مهمه جدا جدا، ما ينفعش كل كلمه حد يقولها لي اخدها كده حتى لو كانت مدح او ذم، اخدها كده اقول اه فعلا كلام الناس صح 100%. لو اي حد قال لك كلمه انت شايفها حلوه كده وجميله فيك، هتقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون، وحاول انك ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني واكون احسن مما انت شايفين باذن الله، حتى لو دي حاجه كويسه. ما تتغرش، ما تتكبرش، وما تحاولش انك تقول انا كده صح والناس كلها بتمدحني. تاني حاجه، الحاجات بقى الناس تقودك فيها مهما كان النقد ده سواء كان سليم او غير سليم، تقبله بصدر رحب جدا، ولو كان سليم تحاول انك تتغير وحاول انك تثبت نفسك فيه وتحاول تكون احسن، ولو كان غير سليم اثبت لهم بقى العكس وان هو المقصود. انتوا عارفين دايما ان في ناس كتير جدا تعرضوا في حياتهم كلها، يعني انا اعرف شخصيات كبيره قوي في المجتمع عندنا وشخصيات كلنا بنواجهها لغايه النهارده، بيتقال لهم انت مش تنفع انك تكون مثلا، يعني مش تنفع تكون كذا، انت مش تنجح، انت مش توصل، انت عمرك ما هيتعلم، انت عمرك ما هتنجح، انت عمرك مش عارف ايه. ومع الوقت اثبت لهم ان هو يقدر بفضل الله. زي مثلا يعني مثال مشهور جدا جدا، ميسي لاعب كره القدم العالمي، المكتب بتاعه قال انت اقصر واحد مش عارف تجيب اجوان اصلا، يعني انت شخصيه انت قصير جدا والفريق كله عندك طوال، فاكيد الكوره هتتكعبل فيه كل شويه. طبعا شايفين ميسي بياخد الكوره الذهبيه ما شاء الله ربنا يزيده، يعني ابره طبعا عارفين اللي هي الاعلاميه الكبيره جدا عالميا، انا بجيب بس امثله عاديه جدا جدا مجتمع احنا موجودين فيه، قالها انت شخصيه ولا تنفع واجهه اعلاميه، وبتعرفي اسلوبي في الكلام بتهتهي ومش مركزه وسط الكلام ده كله. عندنا بعض الناس يعني في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس كتير جدا 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 كانوا بيقولوا لهم انتوا ما بتعرفوش تتكلموا، انتوا ما بتعرفوش تهتهوا، انت ما بتعرفش، انت هتقع، انت ما بتعرفش تفكر، واثبتوا ان هم يقدروا يكونوا قاده. عبد الرحمن بن عوف اللي هو كان اصغر قائد المسلمين، كان صغير جدا، كل كان بيقول يعني انت ما بتعرفش تكون قائد اصلا، هو كان خارج وبقى قائد لجيش المسلمين. سعد بن معاذ وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الناس دي كلها تحملوا كل اللي بيتقال ليهم وقدروا ان هم يوصلوا لدرجات كبيره جدا جدا جدا. اوعى ابدا تاخد كلام الناس ان هو مسلم بيه، حط نفسك هدف، صب بنفسك، تعلم انك تكون واثق بنفسك بشكل يوصلك انت تكون راضي عن نفسك. و100% هتكون راضي عن نفسك بحاجتين، ثقتك في الله عز وجل، وتكن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد. الحاجة التانية انك تبتسم لكل اي حد يحاول ينقدك، وتاخد واسمع لهم كتير جدا جدا جدا، وبعد كده يعني اثبت لهم بالفعل، مش تثبت لهم بشكل يكون فيه رد فعل عنيف. لا، ناس نقدتني، غلطت فيا، اهانتني، انا هستمع لهم كويس جدا جدا واشكرهم جدا على الكلمه دي، وان شاء الله هحاول اتغير حتى لو انت الناس بتتهمك ظلم وزور. ان شاء الله شكرا جدا على النقد الجميل ده او الكلمتين دول ان شاء الله، وانا هحاول ان انا اكون احسن من كده باذن الله. وسيب الزمن وسيب انت نفسك بعملك تثبت لهم انك اتغيرت. ثلاثه، تعلم الحكم على سلوكك لا على نفسك. اوعى دايما تعامل نفسك ان هي دايما غلط، لا، انت بتغير من سلوكك انت. لو انت انسان بتتعصب، حاول انك تسلوك، وده صفه، حاول انك تمتص عن غضبك مع نفسك، وحاول انك تتشبع بروح السماحه كده مع نفسك، وحاول انك يعني ما تحملش نفسك فوق طاقتها لانك بتظلم نفسك. الكلام ده الاهم.
لما بيكون عندك مشكله وناس بتنقدك، الناس بتنقدك مش بتنقدك شخصك انت، محدش بينقدك شخصك انت لذاتك، ولكن هي بتنقد سلوك موجود فيك. انت بتكذب، انت بتنافق، انت بتتكلم كتير، انت بتضيع الوقت، انت كل ده مش ليك انت بنفسك، السلوك بتعمله. حتى لو انت بتمشي في الشارع وبترمي حاجه في الشارع، حتى لو انت بتعمل اي حاجه مهما كانت، ده سلوك انت تقدر تغيره. على فكره 90% من السلوكيات اللي موجوده في مجتمعنا بتكون مكتسبه، و10% بتكون طبيعيه. يعني انت لقيت نفسك في مجتمع الناس كلها بتمشي في الشارع، بتبصق في الشارع، فانت ممكن انت تمارس هذا السلوك ويبصق في الشارع. طيب الناس بتقول لك ما ينفعش تبصق في الشارع، سلوك، حاول انك تحكم عليه. والله فعلا الناس دي كلامهم سليم، وانت مع نفسك كده حتى شوف كل تصرف بتعمله، كل التصرف بتعمله مهما كان، هل التصرف ده تصرف سليم ولا لا؟ هل التصرف ده تصرف مقبول ولا لا؟ هل انت شايف ان هو هيفيد ولا لا؟ واهم حاجه الكلام ده كله، تعلم انك تتقبل الاخرين، تعلم انك تتقبل منهم الكلام. اعرف ان مهما كان كلام الناس دي صح وغلط، فانا عايزك انت تكون اللي بتحكم على نفسك. وحاول كمان لو مش قادر تحكم على نفسك، حاول كمان انك يعني تشوف ناس كده انت شايفهم، ناس دول يعني مش بينافقوك وبيراقوك او بيكونوا مراقين معاك، وقول لهم انتوا شايفيني انا في ايه كويس، يعني ايه الحاجه الكويسه فيا والحاجه الوحشه اللي فيا، وحاول كده تستفيد منهم. قيم ذاتك. نيجي بعد كده النقطه اللي بعديها، لا تقيم نفسك مقارنة بالآخرين. انتوا عارفين النقطة ديت مهمة جدا 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 جدا. مش 90%، 100% من البشر اللي بيقارنوا نفسهم باللي حواليهم بكل شيء مهما كان، مهما كان، إلا إذا لو حاجة مفيدة جدا. 100% منهم في المقارنات من الناس بيوصلوا لحاجة من الاتنين. يا إما هو بيبدأ إن هو بيقارن عشان خاطر ينجح، لما هو بيفشل تماما وبيعلق كل حاجة على شماعة اشمعنى ده واشمعنى ده واشمعنى ده. وعلى فكرة ما نحاولش ابدا كقائد انك تقول للناس اللي معاك شفت زميلك ده عمل ايه، ارتب عامل زيه، شوف ده عامل ايه، شوف ده عامل ايه، وشوف ده عامل ايه، يا عم انت عامل كده ليه اصلا، ما تبص اللي في سنك، ما تبص اللي عاملين زيك، ما تبص لاخوك، بص لصاحبك، بص لجارك، بص لزميلك. الكلمة دي قاسية جدا جدا، ما نحاولش. وانت وانا وكلنا ما حاولش ان انا ابص على اللي قدامي، ما حاولش ان انا اقارن نفسي بيه، الا لو كانت مقارنه في الايمان. والله انا شايفه ظاهريا، انا طبعا مش بحكم الايمان الداخلي ده لا اعلمه الا الله عز وجل، ولكن انا شايف والله ما شاء الله الناس دي كويسه جدا جدا واسلوبهم كويس، فانا هتعلم منهم. ما حاولش ان انا اقارن نفسي، ولكن احاول اتعلم منهم. كمان انت كقائد ما تحاولش ابدا للمره الاخيره انك تقول للي حواليك، مش شغل بس، لا ده في حياتك العامه الشخصيه، في بيتك، مع اخواتك، مع اولادك، ما تحاولش تقول لابنك ابن عمك احسن منك، ابن خالك احسن منك، صاحبك احسن منك، ده احسن منك. هتربي عنده روح الغل والحقد، مش روح النجاح ان هو يكون يدعمه، بالعكس انت كده بتكسره جدا جدا. ما تحاولش تقول له شايف صاحبك واخوك ولا زميلك دوت معاك في الكليه اتخرج وبقى ايه وانت بقيت ايه، ما ينفعش ما ينفعش، ما ينفعش تكون في شغل عندك هناك وتكون معاك فريق عمل واحد فيهم ما تعرفش ظروفه عامله ايه بالظبط ولا الدنيا عنده فيها ايه، بما انك مالكش علاقه بيهم او مش عارف ازاي تكون ليك علاقه بيهم وديه، تقول له انت ليه انسان فاشل كده؟ انت ليه انسان متخلف كده؟ انت ليه انسان، وتبدا تهينه بالالفاظ وبالعبارات وبالاساليب وتقول له شايف ده وشايف ده. بالعكس تقول له كلمة حلوة جدا، أنت كويس جدا وجواك حاجات طيبة جدا وجميلة جدا، ولكن أنت محتاج بس يعني انك تشد حيلك كده عشان تلحق بيهم كلهم، صحابك كلهم، كلهم مستنيينك، كلهم منتظرينك عشان نوصل مع بعض الهدف اللي احنا عايزينه. اخر نقطة زي ما قلناه، فاول حاجة انت لست ما تعرفه عن نفسك، انت اكثر بكثير جدا مما تعتقد عن نفسك برضه. طيب كده تمام، العقل البشري وصلنا بس مع اختلاف يعني تنوع، انا واحد فيهم قال الجملة، ولكن كلهم وصلوا قال لك احنا استخدمنا 3% او 4% او 1.5% من قدرات التفكير البشري، عملوا اختراعات دي كلها ووصلوا للنسبه ديت،
يبقى احنا موجود عندنا ايه؟ يبقى احنا نستطيع ان احنا نوصل لنجاح اكتر مما احنا نتخيل عن نفسنا. ولكن ما نحاولش نزنق نفسنا في حاجه اسمها الظروف، ما نحاولش ان احنا نقول لنفسنا عشان انا ظروفي صعبه، عشان خاطر انا اهلي فقراء، عشان خاطر انا يعني كليتي كانت كليه بسيطه، عشان خاطر كل دي شماعات واهيه. ولكن انت ارضى عن ربنا عز وجل قسمه ليك وقدره ليك، وارضى عن نفسك، واعرف ان ربنا عز وجل يعلم الغيب، وانت ما تعرفش الخير فين، ما تعرفش الطريق فين. كلمه مش كلمه بقى، دي ايه جميله جدا جدا في كتاب الله عز وجل، بتقول عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ما فيش اي حد فينا يعرف النجاح فين والطريق فين، وانت عارف بكره في ايه. انت بس اعمل عليك وثق في نفسك، واعرف انك المكان اللي انت موجود فيه حالا دلوقتي واسلوبك وقدراتك وحياتك ربنا عز وجل كاتبه لك، بس الخير بتاعه كبير جدا. وبص على النعم اللي حواليك اللي موجوده فيك، واوعى ابدا تبص على اللي مع غيرك. باذن الله نيجي بقى للسلايد اللي بعدها على طول، وهو سلايد كلمه الليدر والمجيب. ان جذور كلمه القائد ليد، اللي هو معناها الليدر، يعني يذهب ويسافر ويسمو. دي جذور موجودة هتلاقي طبعا في كل المعاجم الموجودة الانجليزية كلها، وهتلاقي طبعا لو احنا عندنا يعني حتى ديكشنري صغير جدا الناس خدته كلها في الاعدادية ولا حاجة زي كده، هتلاقي كلمة ليد دي جنبها معاني كتيرة جدا في الاي دينز بتاعتها. وكلمة مدير اللي هي المانجر يعني يعالج، شخصية بتعالج فقط. الفرق بين معنى المدير وهو عايز مشاكل، وبين معنى القائد وهو الذهاب الى اماكن جيدة او جيدة، وهنعرف دلوقتي الفرق بين الاثنين. الفرق بين الادارة والقيادة، الادارة هي الاشياء والقيادة هي قيادة الناس. الادارة دي هي عبارة عن الحاجات الموجودة الاساسية اللي موجودة عندنا بالظبط، عبارة عن دولاب العمل اللي موجود فيه واحد اسمه مدير، وتحتيه حاجة اسمها مرؤوس، وتحتيه مرؤوسين، كل الناس دي كلها كهيكل عمل بس، موظف درجة تانية، درجة تالتة، درجة خمسة، رئيس قطاع، رئيس مش عارف ايه، كل دي عبارة عن اشياء بتسلم لبعضها، عبارة عن كراسي، عبارة عن اماكن. لكن القيادة هي قيادة الناس، ان انا بحاول اوصل بالفريق كله للهدف اللي احنا عايزينه. الإدارة هي البنية، القيادة هي التلقائية. يعني إيه هي البنية؟ زي ما قلت شوية، هي المكان اللي إحنا موجودين فيه، هي دولاب العمل. لكن التلقائية أنا بحاول أشوف أزمة حالا دلوقتي حصلت لي، أو مشكلة حصلت لي، أو ما فريق عمل وتعالوا حالا نحلها حالا دلوقتي. ما أحاولش إن أنا أجلها بقى، والله نعمل محضر اجتماع ونستنى بقى لغاية ما الناس تيجي تتكلم فيه وتحل، ونحط نعمل لجنة خماسية وعشرية ومليونية عشان خاطر نحلها. الإدارة هي الكفاءة، القيادة هي الفاعلية. يعني إيه الكفاءة؟ الإدارة بتبص للمدير إن هو أكثرهم سنا، أكتر واحد عنده سن موجود هنا، مع طبعا مع دولاب العمل بقى بدأ إن هو يكون موظف درجة خمسة أو درجة ستة، وبعد كده بقى أخد بعدها بشوية درجة خمسة وها رابعة وتالتة وتانية وأولى، وبعد كده بقى كبير كده أخصائي، بعد كده بقى مدير عام، بعد كده مش عارف إيه، ماشية عن طريق السن. هي دي الكفاءة العمرية اللي بيتكلموا فيها. ولكن الفاعلية، القيادة ما هيش سن قد ما انها الفاعلية، الجودة في الأداء. الإدارة هي برنامج، دولاب العمل محطوط لازم نطبقه بس، لوائح وقوانين. لكن القيادة هي المبرمج، الشخص اللي بيبدأ اللي هو يحط البرمجة اللي يمشي عليها كل الناس. طبعا البرمجة دي بتبقى عبارة عن اتفاق كل الناس الموجودين معاه، او كل الناس الموجودين معاه كمدير، يحط كلهم البرنامج اللي هم يمشوا عليه. الادارة هي الكلفة، القيادة هي الاستثمار. يعني كلفة الادارة يعني التكلفة، يعني الادارة بتبص دايما هنصرف قد ايه ومش عارف ايه، ونبدأ بقى ان احنا نحط حاجة اسمها يعني محاضر اجتماعات كده عشان خاطر نصرف مبلغ معينة، عشان خاطر دوت درجة ثالثة ودرجة تانية ومش عارف ايه، وطبق لوائح العمل. لكن القيادة هي الاستثمار، انا بشوف كل واحد في الناس الموجودة معايا ايه نقطة القوة اللي فيهم، واحاول انميها، وهي نقطة الضعف اللي فيهم، واحاول ان انا يعني اجتنبها، واحاول ان انا ابعدهم عنها. الادارة هي التقنيات، انا بطبق اللوائح الموجودة عندي بشكل دولاب عمل موجود من سنين ويتنفذ وخلاص. لكن القيادة هي المبادئ،
الإدارة أنا بحاول إن أنا أطبق اللي أنا عايزه مهما كان بأي شكل من الأشكال على حسب دولاب العمل، مفيش أي اعتبارات مهما كانت غير بعض الاعتبارات العامة، لكن القيادة هي المبادئ اللي قلناها في الأول خالص، قلناها في الأول خالص إن هو القائد بيتمتع ببعض، مش بعض، ده بكل المبادئ، وعنده عنده مبادئ وعنده سمو أخلاقي وعنده مسؤول بيتحرك على أساسها. الإدارة على فكرة أنا السلايدز عمال بتتحرك لوحدها، أنا بس هحاول إن أنا أعدلها، بس أنا آسف جدا. الإدارة هي الصفقة، القيادة هي التحول. يعني إيه؟ دايما في المدير أو اللي بيستخدم أسلوب الإدارة اللي هي دولاب العمل في أي شيء مهما كان، هو بيحط 1 + 1 = 2، هو كده 2 وخلاص، واحنا ماشيين بجدول زمن معروف ماشيين عليه من زمان. الناس بقى مصحة تتعطل وما تعطلش، فوت علينا بكره فوت علينا بعد 5 سنين، هو كده وخلاص. لكن القياده هي التحول. يعني ايه التحول؟ يعني انا دايما بحاول ان انا اشوف النجاح فين واحاول امشي وراه. لو حصل عندي مشكله معينه وازمه معينه وشايف ان الخطه القديمه اللي كانت بتمارس من شهرين فاتت ما تنفعش فيها، احط خطه جديده واحاول ان انا احلها بالخطه الجديده دي، اقعد مع فريق العمل وتعالوا نحط الخطه الجديده عشان نحل المشكله دي، عشان ما بقاش تنفع زي زمان. الاداره هي المنفعه، القياده هي المبادئ. الاداره هي السرعه، القياده هي الاتجاه. يعني ايه بقى الفرق بين السرعه والاتجاه؟ مش السرعه في التنفيذ، لا، الاداره هي السرعه في ان انا بحاول اعمل اعلانات لعقد اجتماعات عشان خاطر نشوف هنعمل ايه، لكن القياده هي اللي انا ماشي وعارف انا رايح فين بالظبط وعارف اللي انا محدد هدفي فين. الاداره بتحاول ليه تعمل اجتماعات على حسب المديرين الاعلى منها، انا عندي مشكله معينه مش هحلها، لا انا هبعتها المدير الاعلى منه هو يتصرف فيها، والاعلى ده الاعلى بس وخلاص، هي ماشيين في طريق وخلاص، الطريق دوت هو دوت المرسوم ليهم وخلاص. لكن الاتجاه هي اللي انا بحاول ان انا اشوف، يعني لو انا عندي موظف شغال معايا في الاداره وعندي مشكله حصلت لي ودوت حط لي، يعني الموظف ده قال لي والله انا شايف الحل كذا كذا كذا، توكل على الله اعمله ما دام شايف ده الصح حاليا دلوقتي، او هو عنده خبره معينه في كده. زي مثلا مثال، انا عندي موظف في الشركه، الموظف ده هو ماسك مدير الحسابات، او سوري موظف في الحسابات، ولكنه عنده خبره في الكمبيوتر رهيبه جدا. فلما تحصل مشكله ما بتكلمش بقى الشركه اللي انا متعاقد معاها في الصيانه مع ان هم من حقهم يجوا لي، لا هو بيقول لي ايه؟ بعد اذنك انا ممكن ان انا احلها، انا بعرف احلها. طب اتفضل حل. هو ده اللي باخد قرار حالي سريع دلوقتي، ما اقولش لا ما تقربش ماليش دعوه في الضمان. هو ما دام هو انا شايفه عنده، يعني هو قال هو يقدر وانا شايفه عنده القدره دي، مفيش مشكله ان هو يقدر ان هو يوجهني في شكل يكون كويس جدا. طبعا كل ده تحت مسمى ان انا بديله قوه في نفسه، كل ده هو يقدر يسيطر ويقدر ان هو يقود، بما انه انا قائد بتاعه بديله يقود. انا ممكن اتنازل عن دوري حالا دلوقتي، خد انت القرار ما انت شايفه صح. الاداره هي الطرق، القياده هي الغايات. الاداره انا بنفذ تاني، انا بنفذ كل شيء حسب يعني الطريقه اللي انا مرسومها لي، وانا في الاول وفي الاخر يعني بحقق اللي انا عايزه وخلاص. مطلوب مني النهارده ان انا اكتب 50 ورقه عشان اسلمها الاداره، وده اللي مطلوب مني وخلاص بالظبط كده. ده بادي العمل بدون كفاءه، باديه وخلاص، انا عندي 9 ساعات عمل باديه ومش مشكله بقى الباقي. لكن القياده هي الغايه، انا هدفي ايه؟ احنا هدفنا انا والتيم كله نوصل لحاجه اكبر مما احنا شايفين. احنا عايزين نحقق النهارده كعلاقات عامه، نحقق النهارده ونسجل اكبر قاعده بيانات تفيد كل ادارات الشركه، ونحاول نرضي اذواق العاملين اللي جوه الشركه والعملاء بره الشركه. طب ازاي؟ ونقعد نحط لنفسنا كده الغايه بتاعتنا اللي احنا نوصل لها. لكن الاداره ما ينفعش اعمل اي شيء غير باللوائح اللي موجوده عندي وخلاص. انا قدامي القانون رقم كذا سنه كذا بيقول اعمل كذا 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 وخلاص. عندي مشكله في حاجه معينه، احنا لا ازاي؟ والله لازم نعمل استماره مش عارف ايه، ولازم نشوف لجنه مش عارف ايه، واجتماع مش عارف ايه، هم دول يصرفوا وخلاص. الاداره هي العمل من خلال انظمه، زي ما قلت من شويه دولاب العمل. لكن القياده هي العمل على الانظمه. انا ما بحطش نظام امشي عليه، انا بحط سياسه عامه، والسياسه العامه دي مشيت عليها فشلت، لا احط نظام تاني، بعمل انظمه كتيره جدا، لكن انا احطها وامشي عليها، ما نفعتش احط غيرها، احط غيرها، احط غيرها. لكن الاداره دولاب عمل يمشي زي ما هم شايفينه وخلاص، وزي ما هم في العمل الاداري حاطينه، انت مهامك كذا وكذا وكذا وبس. الاداره هي تسلق السلم بسرعه، القياده هي السلم استند على الجدار.
عارفين فرق بين الاثنين دول؟ ان انا الاداره كل اللي انا بعمله ان انا بحاول اطبق القوانين واللوائح بالشكل اللي موجود بقاله سنين وسنين وسنين بعيدا عن كل شيء، وان انا السلم بتاعي الاداري كله بعد يعني ممكن عندي مشكله اوديها للمدير الاعلى مني والاعلى مني والاعلى مني بوديها وخلاص، وكل ما اتصرفوا قد تكون ساعتها الدنيا خربت خلاص تماما والمشكله ما اتحلتش وتفاقمت وحصلت كوارث وازمات والدنيا وسعت جدا. لكن القياده هي اللي انا عندي اسلوب من حل المشكلات ان بيخلي كلمه السلم سبع الجدار دي مصطلح معناه ان انا ماشي على خطه ثابته وبحاول ان انا يعني بقى السلم ده حاجه متحركه بمشي بيها، انا شايف والله الاتجاه ده اتجاه سليم امشي فيه، لا والله انا شايف ان احنا هنوصل في حيطه سد وبعدين فتره، طيب الحل ايه؟ نتحول، طب خلاص يا اخوانا نعمل نحول الاتجاه التاني ونحاول نمشي عليه. الفرق بين المدير القائد اللي احنا قلناه بس هنقول هنا بشكل مرتب شويه، المدير بيسمع الناس دايما، بيسمع للناس كلها، بيسمع لهم وخلاص، وكمان الناس بتسمع له غصب عنهم، لكن القائد يجذب الناس باسلوبه. المدير يامر، هو عنده تنفيذ وخلاص، اعمل كذا وما تعملش كذا، حتى لو انت شايف ان الحاجه دي غلط انت مالكش انك تقول له لا اعترض، تنفذها وخلاص، عشان لو ما نفذتهاش انت هتحاول التحقيق. لكن القائد يتواصل مع الناس دايما، بيقعد معاهم. ومثال على كده على فكره في الاخر خالص هقول لكم مثال حاليا دلوقتي على كلمه المدير والقائد، اللي يعني هو الاسم، وبعد كده هقول لكم عمل تجربته ازاي. هو الوزير باسم معوض وزير التموين اللي بينزل بنفسه حاليا دلوقتي وبيتابع اسلوب القائد، فريق المكتب الفني بتاعه كله ناس بتنزل معاه وما بيقولهمش احنا انا هعمل كذا، لا انتوا شايفين نعمل ايه ونتحرك ازاي. حاجه طيبه جدا بيعملها ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. المدير يفعل الاشياء بشكل صحيح، دولاب عمل ماشي وخلاص، بيعملها حسب اللوائح والقوانين الموجوده، وان هو عنده لو حصل مشكله بكذا يعمل كذا، بس هو ده الشكل الصحيح السليم اللي معروف عليه من زمان. لكن القائد ده في الاشياء الصحيحه، الفرق بين يفعل الاشياء بشكل صحيح والاشياء الصحيحه ان قد يكون عنده، انت عندك دلوقتي حالا كمدير عندك مثلا مشكله دلوقتي في الاداره، عندك الكمبيوترز كلها باظت دلوقتي، انت بتعمل ايه؟ والله انك بتعمل طلب، والطلب ده بتكتب فيه الى السيد مدير عام مش عارف ايه، مدير الصيانه، احنا عايزين حضرتك تيجي ويصلح لنا الاداره الاجهزه دي كلها. الشكل الصحيح عنده شكل ده الطريقه اللي بتعمل بيها وخلاص، وده بقى يبعتها لشركه الصيانه، شركه الصيانه تبعت مندوب وتبعت مهندس وتبعت فني، بس اسمه ايه؟ اللي هي القنوات الشرعيه اللي بيقولوا عليها او القنوات السليمه بيمشوا عليها. لكن القائد بيفعل الاشياء الصحيحه، انا شايف الصح ايه، حصل عندي عطل معين مش موجود دلوقتي حد يصلحها من دعم فني، طب اشوف حد موجود معايا دلوقتي من الناس الموجوده يقدروا يصلحوها، مفيش مشكله خالص. المدير يستسلم للظروف، طبعا هو ملوش دعوه، هو حصل عنده مشكله معينه ظرف معين، والله انا ما اقدرش اتكلم فيها، هستنى بقى لغايه ما الاعلى مني يتكلم فيها وخلاص، مهما كان بقى يحصل ايه في الظرف دوت انا ما اقدرش اتكلم فيه عشان دي مش اختصاصاتي ودي مش يعني حاجه مكتوبه عندي او حاجه انا اقدر ان انا اتكلم فيها. لكن القائد ينتصر على الظروف، مهما حصل عنده خساره، عنده ازمه، عنده اي مشكله، مهما كانت هنحاول نعديها ان شاء الله. تعالوا نحط زي ما قلت من شويه صغيرين، عندنا مشكله نحط ليها 50,000 حل موجود من ضمن فريق العمل وهنعدي ان شاء الله، احنا بينا كلنا، مش هنستنى بقى لغايه ما الناس تيجي تحل لنا هي المشكله دي. المدير بيطبق زي ما قلناها برضو اللوائح والقوانين، ولكن القائد يبدع، وهو ده القائد بشكل عام جدا، عنده القدره على الابداع، القدره على الخيال الواقعي، مش الخيال اللي هو بعيد عن ارض الواقع، ان هو بيقدر ان هو يرسم في خياله كده نجاح المؤسسه بعد فتره معينه ويبدا ان هو يمشي عليها، وفريق العمل بيقودهم ان هم يوصلوا للرؤيه اللي هم عايزينها. المدير يحافظ على الامور كما هي، القائد يطور الامور، المدير يركز على الانظمه ولكن القائد يركز على الناس، المدير يحافظ على الامور كما هي طبعا هو ملوش دعوه بيطبقه خلاص، لكن القائد بيطور الحاجات اللي ما تنفعش من اسبوعين فاتوا تنفع دلوقتي، والحاجات اللي ما تنفعش من سنه ممكن يعني يطورها حالا دلوقتي يعمل حاجات افيد منها، لكن المدير الحاجه اللي بقالها 100 سنه بتنفذ وخلاص. المدير يركز على الانظمه
زي ما قلناها قبل كده، هو نظام ودولاب عمل ماشي وخلاص، لكن القائد بيركز على الناس اللي حواليه الموجوده حاليا دلوقتي. الناس دي شايفه ان احنا نطور ازاي وازاي نحط نظام نمشي عليه. النظام ده قد يكون نظام عقيم ملوش علاقه باللي قلناه قبل كده، فبنحاول احنا نحط نظام تاني مفيد ويتماشى معانا كلنا. المدير يعتمد على التحكم والسلطه، والقائد يلهم الاخرين بالثقه. اللي قلناه قبل كده ان المدير يعتمد على التحكم والسلطه، هو واخد يعني انا المدير العام في اعلى دولاب العمل، انا نفذ وخلاص، كل نفذ غصب عنه. القائد بيلهم الاخرين بالثقه، هم واثقين فيه، فدايما بيقول لهم ايه رايكم نعمل كذا 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 وانت تقدر تعمل كذا. هو بيتكلم باسلوب حلو وبسمه جميله جدا وبيوجههم بالثقه. المدير ينظر تحت رجليه، ينظر الى قريب دايما. والله انا عندي لوائح بطبقها، لكن القائد بينظر الى البعيد. ان شاء الله احنا هدفنا ان احنا نوصل بعد 10 سنين ونحقق تارجت كذا. المدير ملوش دعوه، هو عايش اليوم بيومه حسب بقى قدرته وخلاص، حسب مكان موجود فيه وخلاص، ان هو ضامن في دماغه كده انا باخد مرتبي وماشي الدنيا، انا بعمل بقى اللي موجود عندي، مش هتعب انا نفسي وهتعب روحي، وانا اقول للناس تعمل وخلاص، حسب ما كانت الاداره موجوده قبل كده وحسب المديرين القبليه. لكن القائد هو بيحاول يحقق الرؤيه والهدف بتاعه. المدير يسال كيف ومتى. يعني يسال كيف ومتى؟ احنا دلوقتي عندنا خطه معينه مده سنتين، انا هحققها ازاي؟ هحققها بالتعاون مع اداره كذا وكذا وكذا. امتى بقى نعمل الكلام دوت؟ والله هنعمله يعني من اول بس ما نقعد مع بعض نعمل اجتماع وهنبدا نتحرك فيه وخلاص. سؤالين، هنعملها ازاي ونعملها امتى؟ لكن القائد ماذا ولماذا؟ ايه اللي احنا بنعمله ده وبنعمله ليه؟ بيخلي الناس تحس بالهدف بتاعها، الهدف والشعور الغايه بتاعتها، احنا بنعمله ليه؟ وكمان احنا بنعمل ايه؟ احنا والله هدفنا احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنحاول ان احنا نعمل دايره علاقات عامه قويه جدا جدا بتفيدنا في الشركه اللي موجودين فيها، المؤسسه اللي موجوده فيها. ليه؟ عشان خاطر ننفع كل اللي موجودين معانا بالداتا اللي هم محتاجينها عشان نرضي السوق اللي حوالينا والمجتمع الخارجي، وكمان بنوفر لكل الادارات الحاجات اللي تساعدهم على التطوير والتنميه. المدير بيحاول ان هو ينظر للحد الادنى، يعني ايه؟ يعني بيحاول هو يطلع باقوال خسائر. والله انا من السنه دي يعني عملنا 20% انجاز، يا الحمد لله احنا كده عدينا واحنا كده وصلنا. لكن القائد بالعكس، القائد بينظر للحد الاعلى، احنا عايزين السنه دي نوصل ل 100%، لا 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 عايزين نوصل ل 150%، احنا السنه دي عايزين نغطي كل المجتمع بتاعنا اللي احنا موجودين فيه دوت بالفكره بتاعتنا. لكن انا 20%، لا لا ما ينفعش، احنا عايزين 100%، لسه في احسن، لسه في كويس. المدير بيقلد لكن القائد بيبتكر. كلمة المدير بيقلد معناها ان المدير كل اللي هو بيعمله بيطبق اللوائح القوانين اللي كانت موجودة في المديرين اللي قبليه وبيشوفوا عاملين ازاي. وعشان هو كان قبل ما يكون هو مدير كان هو يعني مرؤوس، يعني شغال تحت المدير ده، فبيتبع سياسته ونهجه بالظبط. قد يكون كمان بنلاحظ انك تلاقي مدير بيقل يعني مشي ويجيب مكانه مدير تاني كان في يوم من الايام مرؤوس تحتيه، بيقلده في كل شيء، بالشكل حتى، بالملبس حتى، بالطريقه، بكل شيء. القائد بيبتكر دايما، بيختلف دايما، بيحط حاجه جديده دايما، بيحط تطوير دايما، بيفكر حاجه جديده، بينوع. المدير بيتبع النظام زي ما قلنا، والمدير يفعل الاشياء بشكل صحيح، والقائد يتحدى الوضع الراهن، والقائد مستقل بذاته. قلنا المدير حاطط الدولاب عامل ماشي عليه نظام ماشي فيه وخلاص، لكن القائد ما عندوش الكلام ده، عنده احنا عندنا سياسه، السياسه دي عايزين نطور فيها ان احنا نوصل نبقى رقم واحد في العالم كله. عارفين كوكاكولا شركه البيبسي او شركه بيبسي، اعتقد واحده فيهم اول ما بدات تنتج منتجاتها في سنه 1905 او اعتقد 1908 باعت بس 20 30 بس، يعني 10,000 او لا سوري يعني 3,000 ازازه بس، ودول حالا بقى ما شاء الله في كل بيت دلوقتي. عارفين ليه؟ عشان خاطر هم لو كانوا ماشيين، والله انا شايف المجتمع بتاعي ما رضيش بيا، فخلاص بقى مش هطور نفسي ومش همشي، انا رضيت بال 30% دول وخلاص. لكن هم حطوا نفسهم لا، انا هحاول اطور واوصل الناس كلها، واقع واقف تاني، واقع واقوم تاني، وهحاول ان انا مهما انكسرت لا انا هكمل، وهجيب معايا ناس تساعدني، ومع الناس اللي هي تساعدني توصل معايا لبر الامان. ازاي توصل لبر الامان؟ عن طريق لنا، ما استسلمش ابدا.
انا اكيد في حاجه غلط، اكيد الناس دي ما عرفتنيش. طب انا هحاول ان هم يعرفوني ازاي بقى؟ اعمل بقى خطه اعلان، اعمل بقى اسلوب مختلف في الميديا، اعمل بقى اسلوب جذب، اعمل اسلوب مسابقات، احاول اعمل اسلوب جذاب ومفيد، واحاول ابتكر وابدع. المدير يفعل الاشياء بشكل صحيح زي ما قلنا، والقائد مستقل بذاته. المدير ماشي على الخطه اللي موجوده عنده من سنين فاتت، لكن القائد لا، انا مش الخطه دي، انا احاول اشوف الحاجه اللي تتماشى للفريق بتاعي وانا شايفها صح وسليمه. المدير يفكر بالنتائج القريبه دايما، بيقول لنفسه انا بعد ما اعمل الكلام ده ان شاء الله باذن الله. احنا بس اول ما نكتب النهارده نسجل اسامي الناس اللي معانا مثلا في شغل معين ونحاول نبدا خطه تدريبيه، احنا كده انجزنا الحمد لله. ما يعرفش بقى ان ممكن نعمل خطه تدريبيه وناس كلها تفشل او ما تفهمش حاجه، لكن القائد يفكر بالنتائج البعيده. انا يهمني دلوقتي ان الناس دي بعد ما تيجي تحضر وتستفيد تعمل وتحصل فيها نتيجه، وان هم يقدموا في الاخر شيت كده فيه تقرير كامل هم عملوا ايه وجم استفادوا ايه وجم طبقوا ازاي وجم نفعوا ايه وايه الانكم اللي حققوه. مش شرط اللي انا قدرت تكون مدخل انكم يعني مادي قد ممكن تقدم انكم معلومات وحاجات تفيد بقيه الادارات. انا بحاول اجري بس معاكم عشان خاطر يعني الموضوع كبير، وانا يعني عندي حوالي 40 سلايد، فانا عايز اخلصهم والوقت مش بيدهمنا، يعني الوقت تقريبا بيضيع يعني او بيخلص مننا، معلش للاسف جدا. انا هحاول بس اجري كده في كذا سلايد دلوقتي باذن الله. ان شاء الله الباوربوينت دوت هبعته النهارده لفريق الدعم ويقدروا تنزلوه، ولو في اي استفسار ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم فيها ان شاء الله. يبقى عرفنا دلوقتي ان الفرق بين القائد والمدير، هو الفرق بين القائد والمدير، ان المدير بيجعل الناس يقومون بما يجب القيام به، انت عليك كذا تعمله خلاص، لكن القائد يجعل الناس يرغبون بالقيام بما يجب القيام به. احنا عندنا دلوقتي مشكله وعايزين نحلها، كلنا هنشترك ان احنا نحلها بشكل او باخر، وشوفوا الصح ايه ونعمله، مش انت تعمل كذا وخلاص. هو بس 5 دقايق بالظبط ان شاء الله تحشات، وكل اللي عنده استفسار واضافه هنتكلم فيها ان شاء الله. يبقى القياده او القائد بيكون عنده اسلوب الحزم اللي بيخليه واثق في القرارات يعني العاجله، ويقدر ان هو ينفذها بشكل قوي قوي جدا وبيواجه الازمه، ويكون عنده التضحيه ان هو كل اللي هو بيعمله عايش ليل نهار مع الناس اللي موجودين معاه عشان خاطر يوصل للنتيجه اللي هم عايزينها والرؤيه اللي هم بيفكروا فيها، وكمان وده الاهم عنده قوه كبيره جدا على جذب الاخرين بفصاحه لسانه، وكمان قوه تعبير، بيستخدم اسلوبه اللي هي اسمها البادي لانجوج بقى كده، وحاجه اسمها التوكينج لانجوج اللي هي اسلوب التحدث، اسلوب الحركه، اسلوب التفاعل مع اللي حواليه، بيخليه في الاخر يوصل ان هم كلهم بيسمعوا له ويقدروا ان هم كمان يفيدوه ويفيدهم في اداره الازمه اللي مهما تحصل في الشركه بتاعتنا او المؤسسه بتاعتنا نقدر احنا نجتازها بشكل يكون عملي كلنا متفقين ازاي نحلها. وكمان كل واحد فيهم زي ما قلنا من شويه ان انا بستمع الى كل الحلول اللي موجوده عنهم، وبحاول ان انا اشوف انسب حل معاهم باقل الخسائر. كمان من الحاجات اللي موجوده في القياده او الحاجات اللي لازم تكون موجوده في القائد القدرات الاداريه، القدره على التخطيط والتنظيم والتوجيه. دايما بيقدر ان هو يواجه الازمه، دايما ان هو بيقدر يحلل المشاكل، دايما ان هو بيحاول ان هو بيحط خطه معينه والكل بيمشي عليها، طبعا باحترامهم ليه وثقتهم فيه، وكمان الاهم بيتابع كل خطوه ماشيين عليها ونتائجها، ولو فيها مشكله ازاي نحول الخطه دي ونحاول نضيف عليها ونعدل فيها. دايما هي ديت الاساسيات الموجوده في القائد. ابو رحمه بيقول يا ريت حضرتك تناقش في الموضوع اولا باول، مش ساعه ونصف شرح. لولا بتقول انا بعمل كوكيله مساعده في مدرسه خاصه، لما اطلع بفكره او موضوع الاقي اعتراض من الاخرين كيف اتعامل معه؟
احنا لما يكون عندنا فكره او موضوع بتطلعي فيه ازاي بتعرضيه، اسلوبك في العرض هو اللي ممكن الناس تعترض عليه، الطريقه اللي انت ممكن تكوني بتتكلمي بيها بتكون طريقه اعتراض. حاجه ثالثه وده الاهم، انت ممكن انت بتتكلمي من وجهه نظرك الشخصيه بس، ممكن تكوني انت محتاجه بس انك تقولي لهم، يعني تحطي روح الجماعه ان انت شايفه ان احنا لو عملنا كذا ممكن يفيد بكذا، وتعالوا نجرب، وانا شايف بحط خطه مدروسه. ايه خطه مدروسه؟ ان انا شايفه النجاح في الفكره دي او الموضوع ده هيساوي كذا، وكمان وده الاهم ان الحاجات يعني الخسائر او اقل الاضرار هيكون كذا. دايما عشان تقنعي الناس بالفكره لازم تكوني انت مؤمنه بيها، وعشان تكوني تقنعي بموضوع معين لازم تكوني مؤمنه بالموضوع ده وتعرضي بشكل كامل. عارفه اسلوب الاقناع بالناس انك تكلميهم دايما وانت بتتكلمي بلسانهم هم مش بلسانك انت. انا لما بتكلم مع اللي قدامي ما بتكلمش باسمي انا، لا انا بتكلم دايما بلسانهم هم. لو اي حد قال لك مخالف للنظام او هم يعني بيتبعوا اسلوب بقى المدير وانت شايفاها ان هي حاجات مفيده جدا، انت ممكن بعد ما تعرضي الامر دوت على المجموعه اللي موجوده عندك او المدير المباشر، بما انكم شغالين في يعني باسلوب اداري، انت ممكن ترفعيها لاعلى منه شويه، ومن حقك وده الاهم انك يعني تعرضيها مره واتنين، وتحاول تختاري الوقت المناسب انك تتكلمي فيه. ما ينفعش لما تكون الدنيا مثلا فيها مشاكل وتقولي الفكره كده وخلاص تلاقي اعتراض وخلاص، لا يعني حاولي تختاري الوقت المناسب انك تعرضي فيه الفكره. رقم اتنين، تحاولي انك تضيفي كمان وده الاهم، انك تتكلمي بروح التيم ورك اللي موجوده معاك الموجودين معاك كلهم. الحاجه الثالثه، تحاولي انك تحطي الفكره دي بشكل يكون دوكيومنتد واضح 100% في ايجابيات وفي سلبيات. وكمان الاهم، تحاول تبرزي قوي عناصر النجاح، احنا لو عملناها هيعمل ايه، احنا شايفين ده هيعمل ايه. طبعا هتصدمي باللوائح والقوانين اللي ما ينفعش تطبق الكلام ده، خلاص احنا نعمل ايه. طب حضرتك سيب لي انا دلوقتي قصه ان انا المشروع ده انفذه، وممكن انا اروح للجهات المعنيه واشرح لهم بالقصه ديت، وحاول انك باسلوب جميل وطيب كده مع الالحاح، لانك بتتعاملي مع جهات اعتقد من المدرسه بتتعاملي مع جهات حكومه، او يعني بتتبع الجهات الحكوميه او بتتبع دولاب العمل اللي عندهم بيتنفذ وخلاص، وده ضد اللوائح وضد القوانين، ودي المشكله الكبيره جدا اللي موجوده في كل المنظمات العربيه والمصريه بشكل خاص، ان هم عندهم دولاب العمل ده بيطبق بشكل زي ما هو موجود وخلاص. احنا شايفين الصح ايه وانت مش هتقدر تعرفين الصح من الغلط، كلمتهم الجميله جدا، احنا شايفين الصح وانت مالكش اي دور، مالكش اي قيمه، مالكش اي اساس، مالكش اي تعبير. انت طول اللي انت تعمليه او كل حاجه انت تعمليها انك بس تحاولي تعرضي الفكره دي بلسانهم هم، تحطي فيها الاجابات والسلبيات، تظهري قوي 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 النتائج الايجابيه والحاجات اللي هتحصل لو طبقناها. والحاجه الثالثه، الحاجه الرابعه، انك تلحي، واذا ما استجابوش ليكي تقدري ترفعي الموضوع ده الفكره دوت مش للمدرسه، لا بالعكس اداره تعليميه للوزير نفسه. واتاكدي 100% ان كل يعني اكيد هتلاقي مع الجهات العليا والاكبر ان هم بيستجيبوا ان شاء الله، بس ما تحاوليش انك تياسي، وحاولي دايما انك تكون عندك صبر، وحاول انك 100% تعرفي ان ما دام بتتعاملي مع عقليات اداريه او بتطبق دولاب العمل هم شايفين نفسهم الصح وخلاص باي شكل من الاشكال. شيماء بتقول طيب انا ازاي اشجع نفسي على الابداع، انا كسوله جدا وبكسل افكر او ابتكر مع اني نفسي احقق حاجه جديده في المكان اللي انا فيه، ازاي ان انا اكون مبدع، وازاي ان انا ما اكونش كسول، وازاي ان انا افكر. ده في حد ذاته دي حضرتك حطيت ايدك على المشكله، وما انا حطيت ايدك على المشكله انت وصلت كده نص النجاح بتاعها، نص الحل بتاعها. شجع نفسك على الابداع وتفكر حاجه جديده، حاولي بكل الطرق انك تحطي خطه يوميه ليكي، تحاولي انك تبداي حياتك دايما في شغلك تحط خطه يوميه، انهي النهارده الشغل بتاعي وهعمل النهارده قبل ما تبداي اي حاجه. وصلت مثلا الساعه 9 الصبح، تقعد مثلا من 9 لغايه الساعه 9 وربع معاك ورقه من كده، النهارده المفروض هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، حط خطه كده معينه امشي عليها، نقاط حاول انك تحققها النهارده، المطلوب مني النهارده ان انا اعمل كذا وكذا وكذا. وانت بتحط النقاط دي اللي هتعمليها عشان المفروض تحققيها، هتلاقي نفسك
والله انا حققتها امبارح بشكل مختلف. طب ايه رايك النهارده لما اجرب حاجه جديده؟ اجرب ازاي؟ اللي انا احاول اللي انا اتبع اسلوب جديد. يعني مثلا لو انا بتكلم مع الناس في خدمه عملاء في التليفون مع الجمهور، وانا بكلمهم في التليفون، وانا مثلا بتكلم بشكل السلام عليكم معاك كذا كذا، او صباح الخير معاك مستر كذا كذا من شركه كذا وخلاص، لا احاول ابدا اقول صباح الخير معاك شركه كذا، ابدا مثلا بشركتي الاول. اسلوب جديد اديني ابدعت، الناس بقت تعرف الشركه بتاعتي قبل ما تعرف شخص بيتكلم معايا. الحاجه الثانيه ده الاهم، اعمل نفسي على الابداع اللي انا احاول يعني امشي في طرق جديده. مثلا وانا رايح شغل بتاعي احاول افكر في حاجات ايجابيه ما تحبطنيش، احاول ان انا يعني اعمل حاجات بسيطه قوي في مكتبي، اللي انا ممكن اجيب مثلا ورده بسيطه جدا احطها في مكتب قدامي. احاول دايما لو انا عندي مشكله يعني اشارك اللي حواليا ازاي نحلها، ما احاولش ان انا اتكسف ان انا اسال الناس اللي عندهم خبره موجودين معايا في مشكله عندي وابدا ان انا احلها معاهم. احاول دايما اسمع لهم واحاول دايما ان انا اشاركهم معايا. كل ده نوع من انواع التطوير لذاتك في العمل بتاعك. كمان ده الاهم، استغل الميديا اللي عندك. حاول لو انت عندك مشكله معينه في الشغل عندك هناك وازاي تحليها، خش على النت وتصفح الافكار، حاول تكتبيها وتناقشي مع الناس، حاول تشارك الاخرين معاها. كل ده هيؤدي في الاخر انك يكون عندك نوع حل مشكلات وابداع فيها. طب ازاي اطور فيها؟ ازاي بقى اعمل نوع من التطوير؟ التطوير ما بيجيش غير عن طريق التعلم. علمتي استفدتي ده تطوري، لازم أن يكون عندك قاعده اساسيه وقاعده كبيره جدا من المعلومات. هطور في اي حاجه مهما كانت لازم أن يكون عندي معلومات كافيه. خش على الانترنت اسالي، اقري في كتب، هتبداي يكون عندك حاجه اسمها البيزكس، الارض الخصبه اللي تقدري تزرعي فيها. هيكون عندك حاجه اسمها سر التفكير تقدري عن طريقه تطوعيه للحاجات اللي انت تستفيدي منها. عامل بالظبط زي ارض زراعيه، انا خدتها استحضرها للزراعه، اصبحت جاهزه ارض خصبه، ازرعها زي ما انا عايز، احط فيها بقى ازرعها باي حاجه مهما كانت. كذلك برضو الابداع هو الزراعه دي، بس مش هيجي ازاي؟ مش هيجي من تلقاء نفسه الا اذا كنت انا عندي اطلاع، كنت عندي معرفه، كنت انا عندي يعني اسلوب كبير جدا شامل من المعلومات اللي بيأهلني في الاخر ان ابدأ في مجال معين بشكل معين واستفيد من خبرات الاخرين. شباب بتقول يعني دلوقتي بدات اشتغل في التسويق الالكتروني، بكسل اقرا كتير في موضوع وبمل بسرعه. اقول لك حاجه حلوه جدا جدا تعمليها بالظبط في التسويق الالكتروني انك ما تمليش، حاولي تنظمي وقتك. يعني تقولي ايه؟ تجبري نفسك كده انا لمده نص ساعه النهارده ان شاء الله هحاول استفيد من موضوع التسويق الالكتروني، او اللي انا يعني هجيب كتاب النهارده واقراه لمده نص ساعه بالظبط، او احط نفسي مثلا نص ساعه هقرا النهارده خمس ورقات بالظبط. حط نفسك خطه زمنيه، حط نفسك كم تتعودي عليه. الكم ده والخطه الزمنيه ديت عمرك ما بتحس بملل ابدا. اللي بيخلينا نحس بملل اللي احنا يعني مش منظمين وقتنا وبنسمع وخلاص وبننفذ وخلاص من غير خطه زمنيه. لكن لما اقول لنفسي بالظبط انا قدامي بالظبط 5 دقائق دول او 10 دقائق او ربع ساعه او ساعه، هقرا فيهم مثلا مجموعه ورق معين، هقرا فيهم مثلا الجزء ده او هقرا لغايه ما دول يخلصوا، عمرك ما بتحس ابدا بملل. بالعكس انت يكون عندك الرغبه انك تنتهي بسرعه، مع العلم كمان ان وانت بتنتهي بسرعه عندك القابليه انك انجزت النهارده حاجه، استفدت النهارده حاجه. حط دايما خطه زمنيه او خطه كميه، مجموعه اوراق او مجموعه مواقع تستفيدي منها، وابدري نفسك كده، قول لنفسك كده ان انا هحاول ان اقرا فيهم النهارده مده فتره معينه، وكل يوم ميعاد ثابت هقرا فيه. ابدا عمر ما الملل ما يجيلك. بجانب الاهم انك تحاولي وانت بتقري تجيب ورقه وقلم كده وتعملي نقط كده، ارسميها كده زي ما بيقول كده في البرمجه العصبيه كده، ان انا بحط اشكال وبحط يعني ورد وبحط شجر وبحط رموز معينه. حط كده الرموز والكلام دوت مع كل حاجه انت بتقريها وحاولي تطبقي عليها. علاج الكسل والتسويف والتاجيل، سؤال مهم جدا يا عبد الرحمن. لازم تكون عندك الرغبة، ومع الرغبة لازم يكون عندك العزيمة، ومع العزيمة لازم تكون حاطط هدف. عندك كسل وتسويف وتأجيل ما عندكش هدف، لازم يكون عندك هدف محدد، والهدف المحدد ده هو اللي بيخليك توصل انك تحط لنفسك خطة، الخطة دي بتخليك تتحرك. حط عندك غاية، حط عندك طموح، هدف. أنا هدف النهاردة إن شاء الله إن أنا أصلي مثلا الخمس صلوات في المسجد، هجيب ورقة وقلم باذن الله ان شاء الله من ساعه كذا لساعه كذا هقوم اصلي في المسجد.
اول بس ما تتحرك الكسل يختفي، والتسويف والتاجيل ده معناه انك ما بقاش عزيمه، معناه انك ما بتحاولش تقاوم نفسك. لازم تقاوم نفسك ولازم تتحرك وتحط خطه. الخطه بتيجي عن طريق الترتيب والتنظيم، والكلام ده الاهم، انك تكون عندك دافعيه. حاول تحط نفسك ان انا لو عملت كذا ولو حققت كذا النتيجه هتكون كذا. بص لبعيد، بص للنتيجه اللي انت هتحصل عليها. لكن الكسل والتاجيل هيخليك دايما كل اللي حواليك بيجروا بيتحركوا وبيوصلوا وانت واقف محلك سر. يبقى الصح ايه؟ رقم واحد ثقه في الله عز وجل، رقم اثنين ثقه في نفسك، رقم ثلاثه خطه منظمه بالوقت ومحدده مع الوقت كمان في نقاط، رقم اربعه انك تبدا تجبر نفسك وتحط لنفسك تفكر دايما في الهدف بتاعك، ان انا هوصل باذن الله ان شاء الله لو عملت كذا كذا كذا، باذن الله انا هحقق كذا 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 باذن الله. ودايما تؤمن بالهدف بتاعك، اتحرك الهدف بتاعك، اوعى تستسلم للكسل، اوعى تستسلم لضعف العزيمه، دايما خلي عندك عزيمه قويه جدا وقوم الكسل ده. والدليل على كده انك لما تكون مؤمن بالهدف بتاعك بتتحرك بشكل مستميت عليه، استميت على الهدف بتاعك، تكون مؤمن بيه وبص دايما لنتائجه. الاخت لولا بتقول ان هي يأست لما كانت بتطبق الموضوع بتاعها والفكره بتاعتها هم مش مستجيبين ليها. مفيش حاجه اسمها يأس. الصح انك ممكن تعملي النهارده اللي عليكي والباقي بقى خلاص، يعني انت حققتي كل الطرق مهما كانت. لو شايفه في اتجاهات تانية او طرق تانية تنفذي فيها امشي في كل السبل كل الطرق. حتى لو وقعتي مره قومي تاني وكملي. حتى لو وقفوا قدامك مفيش مشكله، انت مؤمنه بيها وشايفه ان هي صح 100% وعرضتيها كذا كذا جهه وكذا مكان وكلهم رفضوها، معلش اديك عملت عليك دلوقتي حالا، تاكدي ان بكره في يوم الايام هيتحقق باذن الله. بس انت بس حاولي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، وتاكدي في يوم من الايام هتلاقي حد يعمل اللي انت عايزاه دوت، ما دام هي مفيده وما دام فيها حاجه هتنفع الاخرين. قلت في اول محاضره خالص قصه السيده العجوزه اللي كانت راكبه الباص وكانت بترمي بذور، يعني بذور ورد كده في الطريق وهم ماشيين، والراجل بيسالها انت بترميها ليه؟ مع ان يعني الطريق دوت كله عربيات واكيد البذور هتداس عليها. قالت عشان خاطر انا بتمنى في يوم من الايام الاقي الورد طالع في الطريق دوت وحد غيري يستفيد من المنظر الجميل ده، عشان كان نفسي اشوف الطريق دوت كله ورد. كذلك برضو انت تعمل اللي عليكي، تاكدي في يوم من الايام هتلاقي حد هو اللي بيستفيد وبيطبق باذن الله ان شاء الله. ولو فكره ما تطبقش دلوقتي بكره هيجي اللي هيحققها لك باذن الله. هاجر بتقول الامتحان عباره عن ايه؟ والله الامتحان يكون عباره عن اسئله في كل اللي احنا قلناه، رقم واحد. رقم اثنين هيكون في خط عمل، هنعمل اداره حقيقيه بالفعل، هنعمل حاجه زي موديل كده اسمه العلاقات العامه، وهنقسم نفسنا مجموعات وكل مجموعه هتحاول بقى تطبق الفكره اللي احنا قلناها في العلاقات العامه، واديهم يعني سواء منتج او سواء خدمه معينه يحاولوا يبحثوا بقى ويطوروا فيها، ان هم يقدموا لي كل حاجه تخص هذه المنتج وهذه الخدمه في اداره العلاقات العامه، يطبقوا اللي هم استفادوا بيه كله ورشة عمل. هي كل مجموعة هتعمل برزنتيشن، وهذا البرزنتيشن هيتم عرضه بالفعل هنا، هاخده منهم وهعرضه وهخلي واحد من كل فريق عمل هيتم تكوينه يتكلم عن المشروع بتاعه في ان احنا ازاي نطور العلاقات العامة وازاي نعمل كنموذج لإدارة العلاقات العامة عن طريق كل مجموعة ان شاء الله هنكونها مع بعض بإذن الله. شيماء بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بتقول انا اول محاضره، اول مره احضر المحاضره، فلا استطيع اعرف ميعاد المحاضره لما يتم حضورها. هما اثنين بالظبط يعني سيفاتوا ان شاء الله، فاتوا بالفعل، ونحاول نستكمل من اول المحاضره الجايه باذن الله او من النهارده. واعتقد ان المحاضرات اللي فاتت دي كلها مسجله وممكن انك تحصلوا عليها ان شاء الله. ابو الرحمن بيقول كل مستوى لهم كل مستوى، هما ثلاثة بالظبط، المستوى العام والمستوى التخصصي والمستوى الدبلوماسي، كل واحد فيهم امتحان منفصل ان شاء الله. ولكن الاهم في الكلام ده كله ان اتمنى ان كلنا في الاخر خالص ننفذ ورشة العمل دي، عشان دي الاساسية ودي اللي هيرتبط بيها ان شاء الله الحصول على الشهادة فن العلاقات العامة، او ازاي تكون اخصائي علاقات عامة من مبتغى الدارين، ان احنا نعمل ورشة العمل وكلنا ننفذ فيها باذن الله. وعلى فكره هديه مني انا عندي بالظبط 13 وظيفه اخصائي علاقات عامه هنا في مصر باذن الله ان شاء الله، للناس اللي هي تكون يعني حضرت معانا بانتظام وان هي تكون كمان موجوده واستفادت معانا من الدوره دي كلها. هتشتغل في 13 شركه دول، انا عندي حوالي 6 شركات
واعتقد وسبع مؤسسات مختلفه باذن الله ان شاء الله هيتم ترشيح الناس اللي نجحت معانا ان شاء الله في الدوره دي، ومرتب محترم جدا جدا جدا، وهياخدوا خبره عمليه مع الخبره اللي هم واخدينها معايا في الدوره باذن الله. شباب بتقول في اوقات عقلي توقف بالرغم ان شغلي شيق جدا، اخصائي موارد بشريه ومدربه تنميه بشريه، بس مهما مش فاهم الكلمه ديت معناها ايه، مهما عملت عصف ذهني، عمل خرائط ذهنيه وكل التمارين الاسترخاء، بس فعلا مش بعرف افكر اي في اي شيء. المشكله كلها ان لما بيجي لنا نوع من انواع المخنا يقف مره واحده كده، ومع اننا حابين شغل جدا جدا، محتاجين بس حاجه واحده بس، ريست، ناخد يوم اجازه. خد يوم اجازه، اعمل لي ريستارت، بعيدا عن التمارين بقى، وبعيدا عن تمارين الاسترخاء، بعيدا عن تطبيق برامج لغويه عصبيه او برامج ذهنيه او خريطه ذهنيه، مهما العصف ذهني والكلام ده كله، لازم ان انت محتاج يوم اجازه، اجازه تماما، انسي كل شغل تماما وارجعي ليه. هقول لكم سر من اسرار حياتي انا الشخصيه. انا كل شغل بشتغل فيه، كل مكان انا موجود فيه وبشتغل بيه وبحاول ان انا يعني اطور فيه او انامي فيه او اللي انا بشتغل موجود فيه، وانا رايح المكان ده بعتبر نفسي كاني اول مره رايح الشغل ده النهارده، مع اني موجود فيه من زمان، مع اني موجود فيه بقالي فتره كبيره جدا. كل يوم وانا رايح الشغل بتاعي بحاول انا كاني رايح استلم الشغل لاول مره، وعندي القدره والتحافز القوي جدا جدا اللي كان موجود عندي من اول يوم شغل بيكون موجود عندي في كل يوم موجود بيه، بالعكس بيكون كان موجود بزياده، لان بعتبر كل يوم عمل هو نفس اول يوم عمل اشتغلت فيه. ويوم الاجازه واخد دايما، لازم اخد يوم اجازه تماما، انفصل كل الانفصال التام عن الشغل، الا اذا لو كان في حاجه ايرجنت قوي ديت اللي ممكن اللي انا لو في مشكله ابدا احلها في وقت معين من اليوم بتاعي. نجاح كل الناس اللي موجودين في الغرب ان هم عندهم حاجه اسمها ويك اند دوت خاص بيهم وبالاسره، مفيش فيه اي كلام عن الشغل، وبيفصلوا ما بين حياتهم العمليه وحياتهم الشخصيه. انا خرجت بره الشغل انسى الشغل تماما واركز في البيت، خرجت بره البيت احاول ان انا ما افكرش في البيت ابدا واركز في الشغل بتاعي. واهم حاجه، واهم حاجه بجد والله بجد، ان انا اخد يوم اجازه، لازم من الاجازه، لازم الاجازه. مفيش حاجه اسمها اشتغل لمده 3 سنين متواصله من غير ما اخد اجازه. يوم استرخاء تام، ابعد بقى عن الشغل، هحس ان كل خلايا الجسم، كل خلايا الاعصاب، وكل التفكير عندي عمل نوع من انواع ريفرشمنت، وابدا ان انا اجي تاني يوم عندي كميه حماس وكميه ابداع رهيبه جدا. والاهم ان انا اقول لنفسي كل يوم شغل انا رايح النهارده الشغل بتاعي كانه اول يوم بستلم فيه العمل. شهاب بيقول I can't write in Arabic. مفيش مشكلة، تقدر يعني ايه can't write by English بإذن الله. أمنية، شكرا. وسام، أستاذ أنا من سوريا وموجود الآن في سوريا وعندي شلل تام في التفكير، هل هذا طبيعي؟ والله يا أخ وسام، يعني ربنا عز وجل، يعني أسأل ربنا عز وجل إن هو يهون عليكم ما أنتم فيه وينصركم إن شاء الله بإذن الله. يعني هو الشلل، يعني شلل تام في التفكير انا عارف بسبب الظروف، ولكن هنحاول بقى ان احنا نطور من التفكير بتاعنا دوت ازاي، ان احنا يعني ما نحاولش نتاثر بالحاجات اللي هي موجوده حوالينا، او احنا لازم احنا مترطين فيها بالفعل ونتاثر بيها بالفعل، ولكن هنحاول نلجا ربنا عز وجل وتستعين بالله رب العالمين ان هو يعني يزيح عندك كل الضغوط اللي حواليك، لان قلت من شويه ان القائد يعني بيتاثر بالبيئه اللي حواليه ومشاكل البيئه اللي حواليه، فاكيد الضغوط اللي موجوده حواليك في البلد والمشاكل والمجازر اللي سبحان الله ونعم الوكيل موجوده في اسوأ كائن حي على الارض عاملها في سوريا، هي اللي بتاثر بشكل كامل جدا على الناس موجوده هناك. رقم واحد هقول لك بقى العلاج كده، لانك تخلي التفكير بتاعك يبدا يتحرك. رقم واحد عندك، خلي عندك ثقه في الله عز وجل، ان ربنا عز وجل عند حسن ظن عبده بيه، دايما ظني بالله عز وجل الخير، ودايما حط في دماغك ان ربنا عز وجل اذا حب قوم يبتلاهم، اذا حب عبدا ابتلاهم، اذا حب عبدا ابتلاه، فربنا عز وجل مبتليك او مبتليكم كلكم بالمشاكل دي كلها، فنحاول نكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل. رقم اتنين، نستعين بالصبر كده ونحاول ان احنا نتذكر
احد الحسنيين ان شاء الله، الخير اللي موجود باذن الله ان شاء الله، ونعم ربنا عز وجل علينا، وهنحاول نبص المشكله دي كلها لما تنتهي وتبقى خير وطيبه. الحاجه الثالثه نعتزم ان ربنا عز وجل مبتلينا، واكيد نصره قادم، اكيد نصره جاي لا محاله، لان وعد ربنا عز وجل، وان هو مهما حصل واحنا شايفين ان النصر يعني اتاخر، لكن نصر ربنا وفرجه قريب جدا باذن الله. التفكير الشلل التام في التفكير ده ما ينتجش غير عن طريق احباط كامل، والاحباط الكامل هو الذي بيؤدي الى شلل تام في التفكير، لان هو اول عامل اليأس، وعوامل اليأس ما بتجيش غير عن طريق الاحباط التام. فمفيش قدامك ملجأ، مش قدامنا ملجأ غير اللجوء الى الله عز وجل، وان احنا نحاول ان احنا نبتسم مهما كان في صعب، نبتسم ونحاول نتذكر كل حاجة طيبة حصلت معانا، ونحاول نأمل ونبص كده إن شاء الله، ونفكر في المستقبل إن ربنا عز وجل فرجه وخيره قريب جدا بإذن الله. يسر الله لكم ونصركم بإذن الله إن شاء الله، إن نصر الله قريب، إن فرج الله قريب. عبد الرحمن بيقول رغبة زائد عزيمة زائد هدف، كلام سليم، اللي هي بتواجه الكسل والإحباط وتؤسل وتواجه التسويف والتأجيل. وسام وسيم بيقول محلي وبضاعتي ومشروعي الذي كنت أعمل به كل شيء انتهى، وصرت لم يكن أي شيء. إن لله وإن إليه راجعون. أخي وسيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. تأكد إن ربنا عز وجل بإذن الله إن شاء الله نصر قريب. استبشر بس خير، يعني واعرف ان ربنا عز وجل مبتليك عشان بيحبك، واكيد هينصرك باذن الله. انت بس كل اللي تاكد منه ان كل ده ابتلاء، وابتلاء عظيم جدا جدا، واشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. فتاكد ان كل اللي انت فيه دوت، على الرغم من قسوته، على الرغم من كل المآسي اللي فيه، لكنه خير من ربنا عز وجل، وان فرجه قريب جدا جدا ان شاء الله. ومعلش، الانبياء كلهم ابتلوا وكانوا مصطبائهم قوية جدا 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 كلهم بإسناء، ولكن ربنا عز وجل وعد عليه حق ان هو بينصر. واذا كانت دولة الظلم ساعة، فدولة الحق الى قيام الساعة. وكل دايما حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا لله وانا اليه راجعون. وابشر، استبشر كده خير، وتأكد ان ربنا عز وجل وحده عظيم قادر كريم، استطيع ان هو يفرج عنك، لان هو فرج الهم فرج الغم. ومن لازم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق خرجا ومن كل هم فرجا، ورزقهم حيث لا يحتسب. اسال ربنا عز وجل يخلف عليك بالخير، ويعيد عليك كل حاجه سرقت منك، ويكرمك بكل الخير، وينصفك وينصر كل شعب سوري. وحسبنا الله ونعم الوكيل، على كل على 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 الخنزير بشار، كل اللي معاه، حسبنا الله ونعم الوكيل. نصركم الله عز وجل، وايدكم بنصره، وانتقم لكم ولنا منه باذن الله، هو وكل من معه. عبد الرحمن بيقول احيانا نضع الخطط ولكن التنفيذ ضعيف، ده سببه ايه؟ سببه مفيش عزيمه. يا اخ عبد الرحمن، لازم يكون عندك عزيمه، اجبر نفسك. بص، احسن الظن في الله عز وجل وتحرك. اعرف ان مفيش حد ياخدك من ايدك ويحركك، انت بنفسك كده حاول تجبر نفسك. بص نتائج الهدف بتاعك، بص النتيجه اللي انت هتحصل لك لما انت تحط لنفسك كده هدف تتحرك عليه. هتنجح، هتوصل، خلي عندك حافز كده وهدف، حط نفسك كده انك هتوصل، وهتنفع نفسك وتنفع حواليك. لازم تحط هدف تتحرك فيه، لازم تحط هدف، لازم. وعارف انت لو اجبرت نفسك لمده 3 مرات بالظبط، مره بعد نفسك لوحدك، بتصحى لوحدك وبتنفذ لوحدك، مش هناك اي كسل. وحاول انك ما تبصش على اللي حواليك وعلى اللي معاك ويجيلك احباط، لان الاحباط بيؤدي الى الياس، والياس بيؤدي الى مشاكل كبيره جدا جدا. دايما اؤمن بالهدف، اؤمن بهدفك ده، وحاول تغير التخطيط وغير الخطط دي كلها، وحط حاجات مفيده. ولو عندك اصدقاء مفيدين او اصدقاء يعني طيبين يقدروا يساعدوك، حاول تكون معاهم، هم شجعوك وشجعوا من بعض باذن الله. حاضر. طيب، ده بيطلب جروب خاص بينا. والله هو مش قصه جروب، احنا ممكن نعمل جروب على الفيسبوك نكون كلنا موجودين بيه، ولكن في النهايه خالص يعني ملوش اتعمل، يعني هنعمل A وبي وسي، كل مجموعه تختار A وبي وسي، او هتم انا اوزعهم كلهم عن طريق شيت ورقه كده معينه فيها اسامي كلنا، اسامي الناس كلها. الاسامي الناس كلها انا هاخدها بشكل عشوائي كده، وهعمل كل مجموعه اسامي مع بعضها، وكل مجموعه من دول بقى يعني نحاول ان هم كلهم يجتمعوا مع بعض
سواء في بورد هنا موجود في منطقة دارين، او ان هم يعملوا جروب خاص بيهم موجود على الفيسبوك او على اي مكان مهما كان في على موقع التواصل الاجتماعي، وهم هيقعدوا يطبقوا ورشة عمل دي بإذن الله. متى سيكون الامتحان الاول بإذن الله؟ ان شاء الله الامتحان الاول هيكون في نص خمسة بإذن الله ان شاء الله. دكتورة هبة، ايه المؤهلات المطلوبة؟ المؤهلات ان هو يكون حاصل على اخصائي علاقات عامة، دورة علاقات عامة، ان انا اشوفه اللي هو انسان ناجح ان شاء الله في العلاقات العامه، وفي النهايه خالص بعد نهايه الدوره انا بقى بحط امتحان، الامتحان دوت انا بعلمه انا بنفسي، والناس كلها بتاخد يعني هعمل دوكيومنت كده معين الناس هتجاوب فيه، هيكون اوبن بوك على فكره كمان يعني ان شاء الله هتجيلي الاجابات، وهعرف بقى الانسان اللي هو فهم الدورات دي كلها واثبت لي بالفعل ان هو يصلح يكون اخصائي العلاقات العامه، وهبدا ان شاء الله باذن الله اللي انا هوديه الوظائف ديت يكون بس حاصل على دوره العلاقات العامه، مش هيهم ان شاء الله رب يكون معاه دبلوم، ان شاء الله يكون معاه مؤهل عالي، يكون معاه مهما كان، هيهمني بس انه يكون عنده الاساسيات بس العلاقات العامه. طبعا اللغه يعني هحاول ان انا الناس اللي معاها لغه دي هتميز شويه، والناس اللي عندها مهارات شخصيه هتميز شويه عن طريق السيفيهات اللي هتجيلي ان شاء الله. قوانا او فانا بتقول ان شاء الله الحسيني بيقول عن فرص العمل التي تم التطرق اليها، هل فقط الاخوه المصريين المهاجرين او للجميع؟ والله حاليا دلوقتي للمصريين، ولكن ان شاء الله هحاول انا اوسع دائره المطلوب، واحاول يكون تشمل بعض الدول العربيه باذن الله ان شاء الله. سوريا عن فرص العمل التي تم التطرق اليها، هل هي فقط اخوه مصريين؟ احنا جاوبنا السؤال ده باذن الله. عبد الرحمن انا احبكم ان الله احبكم فابتلاكم ابتلاكم الله، اللهم امين يا عبد الرحمن. عبد الرحمن بيقول ماذا مثل ما حصل او حصل في كورس دبلوم الاداء القاعده كان في مجموعات ان شاء الله. شيماء، طب الفرص دي في القاهره فقط ولا جميع المحافظات؟ الفرص اللي موجوده بتاعت العلاقات العامه موجوده في كل المحافظات، في حوالي منها 10 محافظات وجه بحري، وفي لغايه النهارده 3 أو 4 وجه قبلي باذن الله. هاجر معلش سؤال اخير، هي مشغول في محافظات ايه؟ بس انتوا مستعجلين على الشغل دلوقتي، طب احنا هنحاول بس ان احنا نخلص الدوره وان شاء الله ربنا ييسر باذن الله. عايز اعرف نظام الامتحان، ان شاء الله نظام الامتحان هيكون ثلاث حاجات بالظبط. رقم واحد هيكون دوكيومنتد مكتوب كده، وناس تاخد الورقه هتنزلها عندها وتجاوبها خلال نص ساعه وترجع لها تاني على الايميل. الحاجه الثانيه هيكون ورش عمل، هقسمكم مجموعات زي ما قلت من شويه، كل مجموعه هتعمل نظام وخطه لاداره العلاقات العامه. والحاجه الثالثه في العمل بتاعنا ان احنا هنخلي اورال، هحاول ان افتح المايك بقى وناس تجاوب معايا بشكل اورال كده وناس كله بشكل مسموع. دكتوره في اسكندريه، استاذه في اسكندريه باذن الله ان شاء الله. صبرا بس انا مش كان تاني عن شغل باذن الله خالص دلوقتي لغايه ما اخلص الدوره دي باذن الله. نموذج الامتحان اتمنى يعني وانا بعد اذنكم ان هاجله لغايه ما تنتهي كل مستوى ان شاء الله. هو بالفعل هيتم تقسيم المجموعات بالفعل، وهنحاول ان احنا نعمل شغل جدا وهنعرفكم كلكم ببعضكم باذن الله، وهنحاول كمان ان كل انا هاخد كشف الاسامي كله، وفي المحاضره قبل الامتحان بيوم، قبل الامتحان بالظبط بيومين، هاخد التيم ورك كله في ورقه كده بالظبط، وهقسمكم كلكم في مجموعات، كل مجموعه هقول لكم تعرف هنعرف كلكم ببعض، وتبداوا انكم تعملوا مثلا جروب على الفيسبوك وهتحطوني موجود فيه معاكم، انكم تعملوا ورشه عمل حقيقيه، هادي لكل مجموعه اسم شركه او اسم منتج، او اخليه يفكر في منتج او في شركه يعمل لي فيه خطه شامله لعلاقات العمل باذن الله. في نهايه اللقاء انا سعيد جدا جدا كنت معاكم النهارده، اعذروني على اي خلل او اي تقصير، فمن نفسي من الشيطان، واذا كان بالتوفيق من الله عز وجل. دايما عايزين نكون قاده، انا عايز المحاضره الجايه في اولها خالص نطبق بقى اللي احنا قلناه في فن القياده النهارده، ونحاول نطبق في حياتنا الشخصيه ان انا اكون بستمع كتير جدا، بستفيد من اللي حواليا، احاول اكون مرن، احاول ان انا اكون مبتسم، احاول ان انا استمع اللي حواليا كلهم، واحاول لو حد نقدني مهما كان استمع منه واستفيد منه، واتاكد ان واثبت له سواء اذا كانت النقطه دي غلط اثبت الصح بتاعي بالعمل، واذا كانت غلط احاول ان انا اقيم نفسي وسلوكي وانجح فيها ان شاء الله. في نهاية اللقاء دمتم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم. أنا سعيد جدا جدا كنت معكم النهارده، شكرا للأستاذة ولاء والأستاذة أميرة وكل فريق الدعم الفني،
دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية الله، مع السلامة.